صباح الهنا والخير على حضراتكم. بداية الأسبوع 10 الصبح في الأهلي، والنهاردة يوم مش زي أي يوم، النهاردة يوم بطولة علينا جميعا. يا رب إن شاء الله الأهلي ينولها، ونقول يوم 11 11 يا أهلي. صباح الفل على حضراتكم. كريم صباح الهنا. صباح الفل عليك يا نهواندو، وارجع أقول لك من بوقك لباب السماء وربنا يسمع منك، وإن شاء الله ننام النهاردة كلنا كأهلاوية وإحنا سعداء ومرضيين بالنجمة ال 11. مشوار طويل للنادي الأهلي، مش بس في النسخة دي من البطولة، عموما الأهلي ليه تاريخ طويل وعريض وناصع البياض مع هذه البطولة. بنتمنى إن شاء الله إن تكلل مجهودات كل اللعيبة ودعوات كل الجماهير في كل مكان النهاردة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. صباح الخيرات على كل حضراتكم، طبعا نظرا للأهمية القصوى للقاء العودة، ماتش النهاردة إن شاء الله المرتقب الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. فاحنا حبينا ان احنا نعمل الاتي، اولا الفقرتين الحواريتين فتحناهم على بعض، وان شاء الله هيكون عندنا لقاء مطول مع الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم والاستاذ رامي رجب النقاد الرياضيين، وحديث مطول عن نهائي دوري ابطال افريقيا وتوقعاتهم، مخاوفهم، مطمنين من ايه، قلقانين من ايه، الى اخره. بص امبارح انا ابتديت بقول لك 11 النهارده في الشهر يعني، وفي نفس الوقت ان شاء الله تكون يعني البطوله ال 11 للنادي الاهلي، لان ده اللي مليان السوشيال ميديا بيه. الناس كلها بتقول لك يا رب يوم 11 تبقى البطوله ال 11 للنادي الاهلي. دي الناس اللي هي بتحب يعني وبتشجع النادي الاهلي. في ناس ثانيه بتتمنى ان اكيد العكس يحصل، بس على كل حال احنا لا نلتفت مره ثانيه، خلينا نقول ان احنا بنركز في نفسنا، مالناش دعوه مين نفسه ان الاهلي يكسب، مين نفسه ان الاهلي يخسر. الكلام ده كله حتى الايام اللي فاتت شهدت العديد من الاحداث اللي كان عليها او البعض منها علامات استفهام بصراحه، لكن في الاول وفي الاخر هنرجع نقول مره تانية، رضيت او ما رضيتش، عجبك الموضوع او ما عجبكش، الاهلي بيمثل مصر في البطوله اللي احنا فيها دي. الاهلي بيمثل مصر. ناس كتيره جدا بالمناسبه حتى اللي مش بتشجع نادي الاهلي يا كريم بتتكلم بهذا المنطق، وعندها منطقيه حتى في تشجيعها، وناس تانيه ما عندهاش منطقيه. فعلى كل حال مش هنتكلم عن ده لان مش موضوعنا، لكن احنا بنتمنى كاهلاويه ان شاء الله النهارده النجمه ال 11 بطوله ال 11 ان هي تكون لصالح النادي الاهلي ويتم تحقيقها، وان احنا يا كريم انا وانت بقى هتكلم عننا تحديدا نشهد التاريخ اللي بيكتب ده والبطولات اللي بتكتب طبعاً مع النادي الاهلي. طبعاً خلي بالك احنا من ساعه ما انضمينا لقناه النادي الاهلي الحمد لله دلوقتي بنقفل 3 سنين، شهر 7 الجاي الحمد لله، يعني شوف كم بطوله النادي الاهلي حصل عليها. صحيح. فاحنا سعداء ان احنا جزء من هذه او هذا التاريخ، شيء يسعدنا جدا، ونتمنى وشنا يبقى حلو كمان ونكمل البطولات. طبعا هتبقى مباراه قويه كريم جدا، هيبقى في تنافس شديده جدا. الوداد متوقعين ان هو هيبذل اقصى ما عنده، ده بالتصريحات المختلفه من قبل يعني الجهاز الفني او اللعيبه هناك في فريق الوداد. احنا متوقعين ده عادي جدا. ناس كتير بتتحدث ان نقطه القوه للوداد ان هو وسط ارضهم مع جماهيرهم. طب احنا بنشوف ان لو حتى ده كان بالمنطق نقطه قوه، لكن احنا كنادي اهلي بنشوف ان ده كمان نقطه قوه لينا بالمناسبه. يعني احنا بنشوف النادي الاهلي على ارض المنافس وسط جماهير المنافس حاجه تانية تماما. فاحنا واثقين ان النقطه دي مش هتكون علينا، بالعكس النقطه دي ممكن تكون لينا جدا. نتمنى التوفيق، وحتى لو انتهى بالتعادل، حتى يا كريم لو 0-0 1-1 بغض النظر، اعتقد البطوله كده هتكون محسومه للنادي الاهلي، بس عايزين نشوف المباراه في الاول وفي الاخر اكيد قويه. انا واحد من الناس الحقيقه مش فارقه معايا كتير تنتهي المباراه بنتيجه كام، المهم ان هي تنتهي بانتصار النادي الاهلي وبفوزه ايا كانت النتيجه. طبعا يعني اكيد لعيبه النادي الاهلي دايما، ودي مش حاجه جديده، دايما بيحترموا الفريق المنافس. بالمناسبه ايا كان مين هو الفريق المنافس وايا كانت البطوله، لو تلاحظوا احنا في اخر فتره لما بنيجي حتى نتكلم مع حضراتكم عن على الصعيد المحلي بنقول لكم ايه، بكره عندنا ماتش مهم جدا مع سيراميكا كليوباترا، او الاسبوع الجاي عندنا ماتش مهم جدا مع كذا. يعني ما بتفرقش معانا لا البطولات ولا المنافسين، احنا في كل الاحوال بندخل المباراه واحنا مركزين كل التركيز، وعيننا ما بتنزلش من على الهدف المرجو من وراء هذا اللقاء اللي هو ان احنا نطلع من خلاله منتصرين ان شاء الله. فدايما الاهلي بيحترم كل يعني منافسينه، اللعيبه عارفين كويس قوي كمان قيمه الوداد، وعارفين يعني الى اي درجه هو فريق تقيل وكبير، لكن كالعاده احنا دايما مستعدين وقادرين على التعامل مع اي ضغوط خلال مباراه الوداد ان شاء الله، خصوصا اللي بنسميها دايما في كره القدم يعني الضغط الجماهيري، ودي حاجه مش هينه، بس الاهلاويه عندهم قدره على التعامل الامثل مع هذا النوع من الضغوطات. مباراه الاياب طبعا في نهائي دوري ابطال صعبه جدا على الفرقتين الحقيقة، لكن هي عادة النادي الأهلي من الصعب أنه يخسر بطولتين في موسمين متتاليين، ده أمر يكاد يكون غير مقبول بالمرة عند لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري وجماهير النادي الأهلي بصفة خاصة، اللي واثقة جدا وداعمة جدا للفريق وبتطالبه دايما بالتتويج بالمزيد والمزيد من البطولات. عارفين أن طبعا كرة القدم
بطبيعه الحال دي رياضه فيها مساحه كافيه للمكسب والخساره، كل شيء وارد في كره القدم، لكن لاعبتنا اتعودوا يلعبوا من اجل تحقيق الفوز والبطوله، فريقنا بيعمل بمنتهى الجديه من اجل يعني انجاز هذه المهمه، وطبعا احنا بنتمنى لهم كل التوفيق النهارده ان شاء الله. شوف بقى لما بيبقى في لقطات حلوه كريم لازم نتكلم عنها، يعني احنا بنتكلم ان البعثه وصلت خلاص المغرب، وبنتكلم عن الاستقبال مش بس لجماهير النادي الاهلي في اي دوله الاهلي بيلعب فيها يعني بطوله او مباراه، لا كمان من قبل بعض اللعيبه، يعني زي انا هتكلم تحديدا عن بدر بنون، انا عجبتني اللقطه جدا لما راح وزار الفريق في مقر الاقامه وكان حريص جدا طبعا ان هو يكون متواجد معاهم، فدي كلها لمسات بتبقى حلوه، لقطات بتكون حلوه جدا واحنا بنسعد بيها وجماهير النادي الاهلي بيسعد بيها جدا. طبعا بدر بنون من اللعيبه اللي كان لها باع كبير جدا واثرت بشكل كبير واضافت بشكل كبير كمان للنادي الاهلي. خلينا نروح نتابع اللقطه دي او الاجزاء زي ما كنت بقول لحضراتكم، يعني اجزاء كانت جميله ولقطات جميله لو هي هتتعرض دلوقتي واحنا بنتكلم على الشاشه. لان يا كريم هرجع اقول تاني، ممكن ان انت دورك في النادي الاهلي ينتهي كلاعب على سبيل المثال، لكن العطاء لسه موجود، هي دي النقطه، والمحبة. العطاء بتاعك لسه طبعًا. موجود والمحبه لسه موجوده طبعًا. والاحترام يكون لسه موجود، مش مجرد ما الجزئيه دي او مثلا فتره تواجدك في الملاعب بتخلص خلاص، بالعكس شوف احنا عندنا ازاي لحد هذه اللحظه يعني لعيبه على المدار السنوات والاجيال المختلفه بيجوا لنا ضيوف وبيكونوا متواجدين كمان في الاداره وغيره وغيره، عطاء لا ينتهي مع النادي الاهلي، ده اللي احنا بنتكلم فيه. وهنروح بعيد ليه، اللقطه اللي انت وقفتي عندها وناس كتير على فكره برضو انبسطت جدا منها، كواليتي السلام يا حضرات، نوع الحضن اللي كان بيتبادله بدر بنون مع كل اللعيبه، حاجه عظيمه جدا وتورينا الى اي درجه ان اللي بيدخل في منظومه النادي الاهلي حتى لو خرج منها لاحقا لاي سبب من الاسباب، لكن لا هو جزء ليتجزا من مرحله ما في تاريخ النادي الاهلي. بدر بنون كان من اللعيبه المحبوبين جدا بعيدا كمان عن حجم الاقتدار بتاعه في الملعب، وانه الحقيقه كان ليه اسهامات وايادي بيضاء كتير جدا مع النادي الاهلي، وكان عنصر محوري وفيصلي في كتير جدا من المباريات المهمه، لكن كمان على الصعيد الانساني لا شفنا نوع السلام عامل ازاي، حاجه عظيمه جدا. تعالوا بقى نروح لتفاصيل الاجتماع الفني لمباراه الاهلي والوداد، حضر الاجتماع الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره، وسمير عدلي المدير الاداري، والاستاذ ماهر عبد العزيز اداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الامني، وطبعا كان موجود معاهم كمان مندوبي نادي الوداد في حضور مسؤولي الاتحاد الافريقي ومراقب المباراه وحكم اللقاء. ناقش الاجتماع كل الامور التنظيمية الخاصة بهذه المباراة من حيث بقى مواعيد الوصول إلى ملعب المباراة، الزي الخاص بكل فريق، وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زي مكون من اللون الأحمر بالكامل، فيما يرتدي حارس المرمى زيا من اللون الأخضر كاملا. على الصعيد الآخر فريق الوداد إن شاء الله سيرتدي زي مكون من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرمى قميص بنفسجي وشورت وشراب أسود. تاني نرجع ونقول ان شاء الله اكيد هتكون مباراه قويه، اكيد فرقتين تقال وليهم تاريخ وليهم حجمهم وليهم ثقلهم، وكون ان اي فرقتين بغض النظر عن الاسماء يوصلوا لنهائي بطوله بالشكل ده فاحنا بنتكلم على تآيل القاره بالمعنى الحرفي، وان شاء الله نشوف مباراه تثبت هذا الامر باذن الرحمن وتنتهي لصالحنا يا رب ان شاء الله. بص بقى نقطه مهمه جدا، لان احنا برضو بنبقى حريصين نشوف الاجواء والتصريحات المختلفه حتى قبل وبعد كل مباراه للنادي الاهلي. بالنسبه لكولر كان ليه بعض التصريحات اللي هي ما اختلفتش كتير بعد مباراه الاياب أو الشوط الأول زي ما احنا بنتكلم، هو تحدث عن كذا نقطة أهمها كان التحكيم، يعني قالك أنا بتمنى أشوف مباراة أو لقاء في أجواء تحكيمية عادلة، أجواء تحكيمية عادلة، هي دي النقطة كلها، مش بس أعتقد دي الأمنية لكولر، أعتقد دي أمنيتنا كلنا، وأي حد بيتكلم بمنطق في كرة القدم مش بس لازم يكون يعني مشجع أهلاوي أو بيشجع النادي الأهلي، لا هيتكلم إن إحنا دايماً عايزين فير بلاي وعايزين تحكيم كمان يكون عادل، هي دي النقطة كلها. بالنسبة للتحكيم برضو علشان إحنا قلنا الكلام ده قبل كده وكان في برضو بعض الأقاويل، طبعاً التحكيم هيروح للإثيوبي، تم إسناد هذه المهمة للإثيوبي باملاك تسيما، هذا الحكم اللي اتقال عنه ان هو هتكون اخر مباراه تحكيميه ليه كريم، فقيل من بعد هذه النقطه او هذه المعلومه ان ده معناه ان ربما ده يكون خطر الى حد ما اكبر، لان دي اخر مباراه لهذا الحكم، ف
ممكن يحكم باي شكل، مش هيكون في محاسبه، حتى هيكون في لو حتى في محاسبه خلاص الراجل هيكون انهى يعني فترته. فبعد كده سمعنا ان لا الكلام ده مش 100% سليم، وان الراجل لا عادي دي مش اخر مباراه ليه. على كل حال ايه اللي 100% احنا شور فيه؟ الاثنين مطروحين، فاحنا مش عارفين. بس على كل حال مكمل مش مكمل ده شيء لا يعنينا، احنا اللي عايزينه يكون في تحكيم عادل للفريقين. احنا مش عايزين حد يكون مع لا يجامل الاهلي ولا يجامل الوداد، فير بلاي وتحكيم يكون كمان فير. هي دي النقطه كلها يا يعني. ستي بلاش عادل منطقي. احنا بقينا نروح ليه؟ اه والله العظيم موضوع يعني ايه الطموح اللي انت فيه ده؟ انت عايزه فير بلاي وكده؟ لا مش عجباني ارائك يا اهواد في الفتره الاخيره. صعب جدا يا ستي بلاش العدل، لو المنطق بس حضر والله العظيم كل حاجه بتكون باينه واضحه وضوح الشمس. مش عايزين نرجع نقلب في الماتش اللي فات وفي يعني احداث سابقه مر بيها النادي الاهلي، شفنا من خلالها تحكيم ما انزل الله به من سلطان. انا مش عارف احنا ليه حظنا كده مع الحكام يعني. بص وارجع يتقال لك العكس. على كل حال خلينا نتابع التصريحات دي ونرجع نكمل. Ja, also ich mache mir Sorgen, dass wir das erste Spiel haben wir 2-1 gewonnen. Das heißt, wir haben zwar ein Tor geschossen, aber wir sind immer noch in Führung. والهدف ده ما قلبش المباراه ولا غير اي حاجه، لان احنا كسبانين ما زلنا احنا اللي فايزين. واحنا لعبتنا لعبت قدام 60,000 واكثر من 60,000 ولعبت قدام عدد كبير من الجماهير من مختلف الانديه والدول كتير وعندهم الخبرات التعامل مع الموضوع. والجماهير في المدرجات انا ده لعيبه عارفاه كويس واحنا عارفينه كويس، ما بتنزلش تلعب على ارض الملعب، هي قاعده بره، ممكن صوتها يبقى عالي بس شويه، لكن هي ما لهاش اي تاثير على كره القدم. كره القدم في ارض الملعب فقط في المصافين الاخضر، واحنا عارفين ان احنا ان شاء الله احنا نتعامل مع الموقف ده، ولاعيبتنا قادره انها تتعامل مع الموقف ده، فما عندناش مشكله بخصوص الجمهور. بالعكس ده بالنسبه لنا اجواء جميله. ده بيحصل في اي فريق في العالم، ان يبقى عنده لعيبه مصابه وترجع من الاصابه، عنده لعيبه بتعمل اخطاء. انا ممكن اقول لحضرتك كمان قائمه كبيره جدا من لعيبه الوداد اللي في الماتش الاول عملت كم اخطاء كارثيه، ممكن اقول لك برده كده، لكن مش هنخش في الحتت دي. احنا ده جزء من كره القدم، ان اللعيب يبقى راجع من الاصابه ويرجع، ان اللعيب يبقى عمل خطا وعادي وارد، ودي دوري ان انا بتكلم مع اللعيبه وباهل اللعيبه كويس. اللعيبه اللي حضرتك ذكرتها بالذات كمان من اكتر اللعيبه اللي عندها خبرات في النادي الاهلي، وبالتالي ما بتتاثرش باي حاجه من المواقف اللي حضرتك قلتها. هم بالعكس كمان لعبوا ماتشات كتير قدام جمهور في ظروف اصعب من كده بكتير، فبالتالي احنا معدين فرقتنا كويس، هم جاهزين وما عندناش اي مشاكل من النوع ده. كره قدم كل فريق في العالم عنده مشاكل بتظهر، بيبقى في غيابات، بيبقى في اخطاء، والمدربين بيتعاملوا مع الامور دي، وانا عندي من الخبرات ان اقدر اتعامل مع مواقف زي دي. بس كمان حاجه تتكلم على ان اللاعب عندنا عمل خطا، عنده اثنين عملوا اخطاء بدليل ان احنا جبنا جونين، ده وارد في كره القدم. اول شيء بس انا هذكر موقف واحد فقط من المباراه، اعتقد ان حضرتك داري بكره القدم كويس، تعرف كره القدم كويس، لما يكون موقف بس، لما يكون لاعب يمسك الكره بيده وفي اثنين من منافس رايحين الجون مباشره من نص الملعب، وهو اخر واحد في الملعب ويمسك الكره بايده بشكل متعمد، اعتقد حضرتك تعرف قواعد كره القدم كويس زي ان دي كارت احمر مباشر. اللي ضايقني ان كان في حكم وفي اربعه بالفار والخطوط ما ادوش الكارت الاحمر، فده اللي ضايقني وده الموقف اللي ضايقني. بالنسبه للموضوع حضرتك بتقول ان احنا قدمنا اعتراض، لا احنا ما قدمناش اعتراض، وبالتالي بقيت السؤال كان لم يكن بالنسبه لي، لان احنا ما قدمناش اعتراض اصلا على الحكم المباراه. وخلال نفس المؤتمر الصحفي محمد الشناوي كابتن الفريق هو كمان كان ليه مجموعه تصريحات متعلقه بالمباراه، قال ان النادي الاهلي اغلق بالفعل صفحه مباراه الذهاب للتركيز على لقاء العوده اللي هيكون صعب بطبيعه الحال. كمان اشاد بزميله مصطفى شوبير وقال انه لعب مباراه قويه جدا في ماتش الذهاب، وقال ان كلنا في الفريق على قلب رجل واحد ودايما بنساند بعضنا من اجل مصلحه الفريق اولا واخيرا. كان احد الصحفيين المتواجدين سألوا سؤال متعلق بمباراة اتلعبت وكان مشارك فيها محمد الشناوي في النسخة الماضية من البطولة، فرد رد لطيف قوي الحقيقة، قال لك احنا نسينا اصلا مباراة الذهاب، انتوا جايين بتكلمونا في حاجة عدت عليها سنة واكتر، خلينا مركزين في ماتش العودة. تعالوا بقى نشوف جانب من تصريحات محمد الشناوي، اتفضل. طبعا احنا عارفين ان المباراة قوية ومباراة صعبة جدا، احنا كان عندنا ماتشين، الماتش الاولاني خلص في مصر خلاص، احنا نسينا المباراة الاولانية ودلوقتي بنفكر في المباراة الثانية، وإن شاء الله زي ما الكوتش قال إحنا حضرنا بشكل كويس جدا للمباراة،
وان شاء الله يبقى التوفيق معنا بكره ان شاء الله ونرجع بالكاس ان شاء الله للقاهره. اكيد طبعا اكيد طبعا المباراه الاولانيه طبعا مصطفى طبعا قدم مباراه قويه جدا، واي حد بيبقى في النادي الاهلي بيبقى بيلعب في النادي الاهلي بيبقى قد المسؤوليه، انا او علي او مصطفى. وطبعا يعني هو ابن كابتننا الكبير كابتن احمد شوبير طبعا، اللي احنا نتعلم منه ونتعلم منه كل حاجه في الادب والاحترام واللعب طبعا. وشي مصطفى شوبير بالنسبه لنا يعني هو اخونا الصغير، وهو كان كمان يعني قبل الماتش اتكلمنا معاه انا وعلي اتكلمنا معاه، وطبعا هو عمل ماتش كبير وان شاء الله ده يعني اقل حاجه يعملها واللي جاي افضل ليه، ربنا يكرمه ان شاء الله. اكيد طبعا احنا بنفكر في ماتش بكره، ما نفكرش في الماتش اللي فات، احنا خلاص الماتش ده كان ماضي، احنا دلوقتي بنفكر في بكره. اللعيبه كلها يعني بقى لنا فتره كبيره الحمد لله بنلعب، لعبنا كتير في المغرب ولعبنا لسه لاعبين من شهرين هنا في المغرب برضو. بالنسبه لنا اللعيبه كلها اتحطت في الموقف ده وهي عارفه يعني ايه اللعب في المغرب وسط الجمهور الجميل اللي احنا بنلعب فيه، بنكون مستمتعين اللي احنا بنلعب في الجمهور بين الوداد بين الرجاء بين اي حد، احنا بنكون مستمتعين حتى في ارضنا برضو بنلعب في وسط جمهورنا بنكون مستمتعين. اهم حاجه في الاول وفي الاخر نطلع نعمل مباراه قويه، مباراة تبقى مستمتعة للجماهير وتبقى زي كوتش ما قال تبقى مباراة مميزة للكورة، دي أهم حاجة. اللعيبة مستعدين بشكل كويس وهم عارفين يعني إيه أهمية المباراة، وإحنا بالنسبة لنا عارفين قيمة المباراة، إحنا بنلعب نهائي أفريقيا. طبعا الماتش أو ماتشين ده بالنسبة لنا إحنا بقالنا فترة كبيرة بنلعب ماتشين بس، هي نسختين بس اللي لعبنا مباراة واحدة. طبعا بالنسبه لنا اللعيبه فاهمه الكلام ده واحنا بنتكلم معاهم وعارفين قيمه المباراه، واحنا خلاص خلصنا الشوط الاولاني وان شاء الله بكره ربنا يوفقنا ونرجع بالكاس ان شاء الله. مش عارف صراحه السؤال بس تمام يعني اكيد اي لعيب بيبقى موجود في القائمه بيبقى موجود هنا في المغرب بيبقى يكون جاهز، طبعا دي الرؤيه الفنيه بتاعه الكوتش، طبعا احنا كلنا جاهزين، القائمة كلها ال 24 اللي موجودين كلهم جاهزين، اي حد يكون موجود هيقدم دوره بشكل كويس جدا. برضو انتوا بتحبوا تتكلموا في الماضي، انا مش عارف ليه، احنا عندنا ماتش بكره تمام واحنا كاسبين الماتش اللي فات تمام، يعني انا بدايه كلامي اصلا احنا نسينا الماتش اللي فات، انتوا بتفتكروا ماتش من سنه تمام، انا عندي ماتش بكره، الفرقه كلها مركزه ماتش بكره ان شاء الله هنرجع بالكاس ان شاء الله. الكلام اللي بيكون فيه نوع من الثقة يا كريم كبيرة، وبيبقى فيه مش هقول وعد من اللعيبة بس بيبقى فيه في التصريحات كده كلام مطمئن شوية، رسائل مطمئنة. أنا شفتها بصراحة في تصريح محمد الشناوي تحديدا، وشفتها برضو في كولر، ولو إن كولر كانت تصريحاته أكتر بيتكلم عن إدارة المباراة وما يخشى من المباراة أو أحداث المباراة أكتر، لكن تيجي تسمع اللعيبة بتوعك تلاقي لا في دعم البعض. يعني أنا حبيت جدا فكرة إن محمد الشناوي بيتكلم قبل كده كان على علي لطفي وبيتكلم دلوقتي عن مصطفى شوبير. طبعا. الدعم المتواصل، التشجيع، العامل النفسي ده مهم جدا، واحنا اتكلمنا قد ايه برضو الفتره اللي فاتت عن ارتباط ملفات التغذيه والدعم النفسي وغيره كمان بكره القدم، كل دي ملفات مرتبطه جدا. ولو انا هتكلم تحديدا دلوقتي عن التغذيه خليني اقول لحضراتكم كمان واطمنكم، دكتور ايهاب يعني علي استشاري التغذيه العلاجيه بالفريق الاول قال تحديدا كده في ان في برنامج خاص للاعيبه هيخضعوا ليه عشان يحضرهم لمباراه الوداد، و كمان بيتضمن امداد اللعيبه بالفيتامينز والمعادن والعناصر الطبيعيه وفقا لقياسات خاصه هو بيحسبها لكل لاعب بما مفروض ان هو يساهم بعد كده في زياده يعني القدره على التحمل مواصله اداء المجهود المطلوب، لان احنا شفنا في بعض الفترات كان اللاعب يا كريم ممكن ينزل ما بيأديش ال 90 دقيقه بشكل فيه نوع من يعني الجهد الكامل، خلينا نقولها كده، بتحس فيه لا اللاعب ده تشوف ان هو لا حاسه تعبان مش بأدي زي الشوط الاول على سبيل المثال، شفناها في بعض المباريات. لكن لما تيجي يبقى عندك سيستم كامل كالعاده ويبقى فيه دراسه وبيبقى فيه قياسات معموله لكل لاعب عندك عشان كمان تتجنب بالمناسبه الاصابات العضليه اللي ممكن بعد كده تؤدي لاصابات غير جيده تماما، ففكره ان يبقى عندك برنامج بيبدا بشكل كمان فعلي
وبتبتدي ان انت تنفذه من بدايه كمان مباراه الذهاب ده حصل. وكمان فكره انك بتمد اللعيبه بالمشروبات اللي بتساعد على الاسراع وعمليه الاستشفاء والحاجات اللي احنا ممكن كناس عاديه مش دارسه نقول لك يعني هل بتفرق بشكل كبير. دي بتفرق بشكل اساسي مش بشكل كبير. فعندك معدلات مدروسه, عندك حاجات يعني محسوبه بشكل كبير جدا. نتمنى ان شاء الله ان هي تجيب نتيجه كبيره كمان وفعاله ومختلفه على ارض الملعب. وهرجع اقول تاني, شفناها الفتره اللي فاتت عندك تغذيه مدروسه وتحاليل بتتعمل وحاجات زي كده. في طبعا الدي ان ايه الجديد ده اللي بيجيب زي السيفيل كامل للشخص. كل دي حاجات او اساليب مستحدثه بيتم التعامل بيها للحفاظ على مستوى اللعيبه, وفكره ان انت تبقى حريص على ان هم يبقى الجهد بتاعه متواصل بشكل كبير جدا على مدار يعني المباراه كلها حتى لو في 90 بلس. فكل ده بنطمن حضراتكم ان هو معمول ومدروس ومطبق, اللعيبه على اعلى مستوى. عندنا غيابه هنتكلم طبعا في الغيابات اللي هتكون موجوده, لكن سو فار الحمد لله احنا بنطمن حضراتكم على كل الفريق, الفريق في كامل قواه سواء فنيا او بدنيا او حتى على المستوى هنا بنتكلم التغذيه وغيره. فان شاء الله خير. انا متفائله يا كريم, انت الصوره دلوقتي عندك جيده جدا. انا شايفه ان احنا لازم نتفائل ان شاء الله خير, وربنا يكرم كده لعبتنا باذن الرحمن ويفرحونا كلنا النهارده مع نهايه هذا اللقاء المرتقب. تعالوا بقى نروح دلوقتي ونتعرف على رساله الجانب معين كده البعض من جماهير النادي الاهلي, رساله بيوجهوها لكل اللعيبه قبل اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. تابعوا معنا. هنرجع لها في الفقرة الحوارية وهنتكلم بالتفصيل, لكن خلينا نروح برضو لخبر تاني يفرحنا, ودي آخر بطولاتنا كأهلوية بقى. بنقول مبروك لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي طبعا. ألف لباء, ألف لباء. اتحسدنا, اتحسدنا على البطولات. ده لسه ما كملتش الكلام يا حضرات. عمومي رجال اللي توج ببطولة الدوري العام لموسم هنا 22-23 بعد ما فاز على نادي الشمس بنتيجة كام بقى؟ 16-6. اعتقد دي نتيجه طبعا كبيره جدا, وهرجع اقول تاني كان ماتش قوي جدا, بس النادي الاهلي قدر ان هو يسيطر بشكل كامل على المباراه. الفريق توج بالبطوله, بطوله كاس مصر من فتره كانت تقريبا مش بعيده, واتكلمنا عنها طبعا بالتفصيل هنا في 10 صبح في الاهلي تحديدا. وكده بيجمع الموسم ده بين بطولتين, يعني هم الدوري طبعا والكاس. انجاز كبير جدا جدا الحمد لله رب العالمين, بيحسب ليه الجيل ده من اللاعبين. هنقول مبروك ودايما مفرحنا, ومش بس على صعيد كره القدم, على كل الانواع يعني الرياضات المختلفه. ففعلا مجهود كبير بيتوج بعد كده ببطولات كبيره. شكرا جدا ان انتم بتسعدونا, وشكرا لان جماهير النادي الاهلي دلوقتي لو نزلت في اي مكان, لو رحت النادي الاهلي واتكلمت معاهم حتى, هتلاقي الناس فعلا فرحانه من قلبها. الناس فرحانه من قلبها بالانجاز الرياضي اللي بيحصل على كل الالعاب, العاب الصالات وكمان الفريق الاول. خلينا نتابع هذا التقرير بالتفصيل اكتر ونرجع نكمل. We'll be right back.
لله تعبنا قوي السنه دي، احنا كل مره بنتمرن وبنعمل اللي علينا وبنطلع مجهود اكتر حاجه ممكن نطلعها في السنين كلها. طبعا دي كانت حاجه صعبه بالنسبه لنا، احنا الدوري بقاله 20 سنه ما دخلش النادي، كنا كل مره بنتعب وكل مره بنطلع اللي عندنا، بس برضو بيبقى في عندنا شويه حاجات بيبقى لازم نصلحها ولازم نشتغل عليها. بلاي اوف عامه هو الفتره اللي بتاعت الفاينلز هي كانت اصعب فتره، احنا ابتدينا واحده واحده نطلع بالكيرف واحده واحده، لعبنا الشمس، لعبنا ليوبلس على ارضها والجزيره على ارضها، الحمد لله كسبنا الماتشين دول. ماتش الجزيره اللي كان عندنا يوم من يومين بالظبط كان ماتش مهم جدا، الحمد لله ربنا وفقنا، كنا دايما طول الماتش يعني يمكن خسرانين فرق جون، بس الحمد لله قدرنا في اخر الماتش ان احنا نعوض. طبعا كانت سنه مليئه بالصعوبات الرهيبه، عندنا منافسه جامده جدا مع ناديين اصحاب تاريخ رهيب، هليوبلس والجزيره، انديه بقالها على السنين على مدار 20 سنه هي اللي بتاخد الدوري، احنا بقى الدوري غايب عننا من سنه 2003 بقاله 20 سنه، فكان مجهود فظيع من الجهاز الاداري والجهاز الفني لان احنا نوصل بمعدل اعمار، احنا ننزل معدل اعمار من الفرقه ل 26 و25 سنه ونقدر ننافس بيهم على بطوله، والحمد لله ربنا كرمنا السنه دي خدنا دوري وكاس بدون هزيمه. خلونا بقى نتعرف على درجات الحرارة النهاردة في محافظات مصر المختلفة وصلت لكام ونرجع نكمل النهاردة. وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، احنا منورنا ومشرفنا على التليفون دكتورة منار غانم وهي عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي معانا. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذ نهاوند وكل الساده المشاهدين. انا واحد الهنا. قبل ما ندخل مع حضرتك بقى في تفاصيل حاله الجو المتوقعه اليومين الجايين ووضع العواصف الترابيه اليومين الجايين هيكون عامل ازاي، خلينا نطمن من حضرتك الاول النهارده ان شاء الله بالليل حاله الطقس في كازابلانكا هتكون عامله ازاي. طبعا انت عارفه النهارده في ماتش مهم للنادي الاهلي في النهائي. بالفعل ان شاء الله ربنا يعني فرحنا كلنا النهارده بالليل. هو طبعا الاجواء مستقره بشكل كبير في المغرب، درجات الحراره تعتبر يعني معتدله لكن نسب الرطوبه مرتفعه بعض الشيء صغرى فتره الليل ما بين 18 ل 20 درجه مئويه، وان وجدت فرص امطار خفيفه ان شاء الله ما تاثرش تماما على اي اجواء المباراه، هي امطار خفيفه مش هتاثر تماما وان وجدت يعني، لكن الاجواء مستقره بشكل كبير ان شاء الله نستمتع كلنا بالمباراه وبالفوز باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب وبالنسبه لنا احنا هنا بقى في مصر، احنا الحمد لله الاجواء استقرت بشكل كبير بعد يوم الخميس الماضي، ويمكن احنا مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه النهارده وبكره ان شاء الله، الكتل الهوائيه معظمها قادمه من على البحر المتوسط فبالتالي منخفضه في درجات حرارتها لكن فيها ارتفاع طفيف في نسب الرطوبه بدانا نحس بيه، هو اللي بيخلينا نحس ان الاجواء اكثر حراره من القيم اللي احنا بنقولها، لكن تعتبر درجات الحراره حول المعدلات عظمى على القاهره الكبرى ما بين 33 34 درجه مئويه، يعني اجواء حاره فتره النهار للقاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري مائله للحراره على السواحل الشماليه، شديده الحراره في المناطق الجنوبيه رغم ان درجات الحراره العظمى على المناطق الجنوبيه جنوب الصعيد انخفضت عن الايام الماضيه بحوالي 5 درجات لانها بتسجل خلال هذه الايام 40 درجه مئويه، لكن الاجواء تبقى عليها شديده الحراره فترات النهار. فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحراره مع غياب اشعه الشمس، بيكون محسوس اكثر فتره الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، لكن ايضا فتره الليل نسب الرطوبه فيها ارتفعت فبدانا نحس ان درجات الحراره مش مرتفعه مش منخفضه بالشكل الكبير بسبب ارتفاع نسب الرطوبه فترات الليل، زي ما قلنا الاجواء مستقره على كافه المحافظات النهارده وبكره، لكن مع يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله هيكون معانا منخفض جوي صحراوي موجود في الصحراء الغربيه، المنخفض الجوي ده هيتحرك باتجاه المناطق الداخليه يوم الثلاث، فبالتالي هيكون معانا رمال مطره وسرعات رياح بتوصل ل 50 كيلو متر على الساعه في الصحراء الغربيه وشمال الصعيد، يمكن دي اكثر تاثرا بالاتربه والرمال المطاره،
بتقل حده الاسربه والرمال المصاره في المناطق الشماليه. يعني يوم الثلاثاء هيكون معانا نشاط لرياح قد يكون مثير لبعض الرمال والاسربه على مناطق من القاهره الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري. سرعته بتزيد وبيزيد اكتر وبيؤدي لتدهور وانخفاض رؤيه افقيه في شمال الصعيد والصحراء الغربيه ومناطق من جنوب الصعيد. بالاضافه كمان هيكون معانا فرص لسقوط الامطار. الامطار دي هتكون رعديه. حضرتك بتقولي ايه؟ ايه الوصف ده؟ وانت بتستطردي في الكلام، هي عماله تضغط تضغط تضغط، قال لك تراب وحراره عاليه، كل ده مع بعض ده كتير. ايه الجو ده؟ ده لا دكتور منار، اللي حضرتك بتوصفيه ده جو تماما غير مستقر. يعني هل دي اول سنه نشهد الفتره دي كده، ولا هي كانت السنه اللي فاتت نفس القصه واحنا ناسيين؟ يعني الاتربه مع الرطوبه مع الحر مع انخفاض مع ارتفاع، يعني ولا ايه؟ هو طبعا هي الفصول الاربعه موجوده معانا، ارتفاع كبير في الحراره، اتربه والمال مطره وبالفعل امطار ومختلفه الشده من محافظه لمحافظه. احنا مش معتادين على الجو ده في شهر 6 بالظبط، يمكن احنا معتادين عليه في شهر 3 4 بدايات 5، لكن مش في شهر 6. يمكن ده نصيبنا من التغيرات المناخيه، ان احنا بدانا نشوف ظواهر جويه مش معتادين عليها في الوقت ده، وكمان شده الظواهر الجويه بدات تزيد. احنا متعودين على اتربه والرمال المطره، لكن مش بالشده اللي احنا شفناها يمكن الخميس اللي قبل الماضي او باللي هتحصل معانا كمان في محافظات شمال الصعيد الثلاثاء المقبل. فشده الظواهر بدات تزيد، بدانا نشوف الحالات الجويه اللي المفروض تبقى في اول الربيع بدانا نشوفها في نهايات الربيع. فبالتالي احنا بنتاثر بالتغيرات المناخيه اكيد، وكل دول العالم بتتاثر بيها. ان شاء الله ده هيكون يوم الثلاث، حركه المحافظ الجوي السريعه هيكون التقلبات الجويه يوم الثلاث، ومع يوم الاربع ان شاء الله تستقر الاجواء بشكل كبير. ممكن الاتربه تبقى موجوده في بعض المناطق الجنوبيه، لكن الاجواء هتستقر بشكل كبير يوم الاربع حتى نهايات الاسبوع ان شاء الله. شكرا كبيرا، تشكرك على كل حال طبعا دكتور منار غانم زميلتنا العزيزه جدا. اوحش حاجه في كل اللي اتقال ان موضوع الاتربه لسه مكمل. انت بتضحك ليه؟ بضحك على الجمله اللي انت كتبتي بيها سؤالك ليه، يعني جو حراره وارتفاع وانخفاض وارتفاع انت ولا ايه؟ ولا ايه دي موتك؟ والله يعني اول مره نسمع نشره بهذا الشكل، لكن بجد موضوع الاتربه ده صعب جدا جدا طبعا. لان انا اعتقد ان مفيش بيت مصري تقريبا، يعني حسب ما بنسمع مفيش حد عنده يا جيوب انفيه يا مشاكل في الحساسيه او غيره ربيعي. فالجو ده صعب جدا جدا، في ناس عينيها بتوجعها. انا الناس اللي صوتي بيروح في كل سنه في الوقت ده، او عيني، يعني كل واحد حاجه بتصيبه. ف لا والموضوع بيعدي المرحله دي كمان، زي ما شفنا من اسبوعين حضراتكم تفتكروا البيل بوردز الاوت دورز اللي في الشوارع اللي وقعت على كوبري اكتوبر، يعني في مساحه كمان لوجود مخاطر صح من ورا الجو. فربنا يستر ويسترها. طيب خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، واسمحوا لنا قبل ما نستكمل أنا وكريم أخبارنا النهاردة بس لازم نقف كده يعني ولو ثواني وننعي صديقنا وضيفنا العزيز والدائم كان في برنامج 10 الصبح في الأهلي الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سامي عبد الفتاح، وتوفي بالأمس. وكمان عايز أقول لحضراتكم طبعا كابتن محمود الخطيب يعني والسادة أعضاء مجلس الإدارة أصدروا بيان نعوا فيه ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سامي عبد الفتاح. يا كريم، أستاذ سامي كان من الشخصيات، مش اللي هو بنتكلم ضيف أو زميل أو صحفي كبير بنكن ليه كل الاحترام والتقدير، لا هو على المستوى الشخصي كان شخص جميل جدا وكان بيحبنا جدا. أستاذ سامي كان من الناس اللي هو زي أبونا، وكان بيسأل عننا حتى يا كريم لو مش هيكون ضيف معانا، وكان بيبقى ضيف معانا تقريبا كل شهر مرة، لكن حتى لو ما كانش هيجي أو حتى لو كان البرنامج أجازة كان بيبعت يسأل علينا أخباركم إيه، طمنوني عليكم. هو في الفترة الأخيرة حتى لو حضراتكم فاكرين كان بيجي لنا هنا ضيف، ويمكن اخر مره كان اقل من اسبوعين معانا هنا في 10 الصبح، وهو كان تعبان جدا. حتى احنا كنا بنقول له استاذ سامي ما تتعبش نفسك حتى يعني وتيجي، احنا ممكن من خلال مداخله من خلال سكايب، ويقول لنا لا انا بحب اجي لكم. فلغايه اخر لحظه كان العمل بتاعه مقدم ومستمر، وكان لسه ليه مقاله تقريبا من كام يوم اخيره يا كريم. رجل على المستوى الشخصي قبل اي شيء، بجد كنا نحس او نشعر ان هو والد لينا. الله يرحمك يا استاذ سامي، كنت من افضل واكثر الشخصيات احتراما حقيقي. وانا على المستوى الشخصي
الشخصي فعلا كنت بحب حضرتك جدا 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 فعلا زي والدي. ربنا يرحمه برحمته الواسعه ويجعل قبره روضه من رياض الجنه ويلهم اهله وزاويه ومحبيه الصدر والسلوان من الشخصيات المحترمه جدا. اكيد كنا بنسعد دايما في كل مره يكون موجود معانا فيها. ويمكن اخر مره اللي اشارت ليها ناوند كان فعلا كل مظاهر التعب كانت باينه عليه، حتى ما كانش قادر يتكلم صحيح. ومع ذلك كان حريص جدا ان هو يكون موجود معانا ويكون موجود مع حضراتكم وياخد ودي معانا في الكلام. فرحمه الله عليه، اكيد فقدنا شخص عزيز، ربنا يلهم اهله الصبر والسلوان. تعالوا بقى نروح لخبر برضو من ضمن الاخبار اللي استجدت امبارح. وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي زار لعيبه المنتخب خلال معسكرهم التدريبي استعدادا لمباراه غينيا في تصفيات امم افريقيا. حضر تدريب المنتخب باستاد القاهره الدولي واكد على ثقته الكامله في التاهل لامم افريقيا والتتويج بها كمان. طبعا احنا كمان بدورنا بنتمنى كل النجاح والتوفيق للمنتخب اللي بالفعل عنده او يمتلك عناصر على اعلى مستوى. وفي النهايه عايزين الجماهير المصريه ترجع تفرح مره ثانيه بانجازات قاريه على مستوى منتخبهم القومي. بالمناسبه المنتخب يستعد لمواجهه غينيا يوم 14 يوليو المقبل ان شاء الله في اطار الجوله الخامسه من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2024 اللي هتستضيفها كوت ديفوار. هيقام اللقاء على استاد جراند مراكش في المغرب في مجموعه بتضم منتخبات ملاوي وغينيا واثيوبيا، وطبعا بيتصدر منتخبنا بتسع نقاط جدول الترتيب. نروح برضو لخبر اخر. البرازيلي طبعا ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي كان اعلن كمان قائمه الفراعنه الصغار، بقى هنتكلم هنا اللي هو بيتضمن 23 لاعب. يعني الاستعدادات طبعا دي للبطوله، بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 عاما، واللي هي هتقام في المغرب والمؤهله بالتاكيد لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. هو امبارح تحدث او اتكلم بشكل تفصيلي في كمان مؤتمر صحفي تحديدا عن الاستعدادات، وقال كمان ان المجموعه المتواجده حاليا فيها المنتخب في بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 يعني مش سهله جدا، القائمه اللي هم متواجدين فيها مش سهله ابدا، لكن هم على يعني زي ما بيتقال كده اعلى تركيز، وكمان هم ناويين ان شاء الله ان هم يثبتوا نفسهم في الفتره اللي جايه. احنا بنرجع نقول تاني بطولات من هذا النوع عندك الفرصة ان انت تثبت نفسك او لا، يعني الموضوع راجع ليك في الاول في الاخر، لكن نتمنى لهم اكيد كل التوفيق. لو اتكلمنا هي قائمة كبيرة لكن بتضم كلهم لاعبين يعني واعدين بشكل كبير. خلينا نشوف هذا الجزء من المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل. dizer a vocês que chegamos até aqui com um número bom de preparação. احنا بنقول بنطمن حضراتكم ان احنا وصلنا لهنا بشكل جيد الى وقتنا الحالي. Fizemos alguns amistosos, vimos muitos jogadores. عملنا مباريات كثيره وديه وشفنا واطلعنا على لاعبين كتير. Como o Mahmoud já falou, nós tivemos 54 jogadores convocados. زي ما احنا زي ما الكابتن محمود اتكلم على الاختيار الاولاني خالص كان 54 لاعب. 46 jogaram. من ال 54 46 لاعب اشترك في المباريات. 30 jogadores iniciaram como titular. 30 لاعب من المجموع التوتال اللي احنا كنا اخترناهم هم اللي بداوا المباريات واشتغلوا بشكل رسمي وكانوا في القائمه الاساسيه. Para chegarmos nessa lista final de 23. علشان نوصل في النهايه بعد كل العدد ده الى 23 لاعب حاليا للبطوله جاهزين لهذه البطوله. Os clubes que estão contribuindo de uma forma muito positiva para a seleção olímpica. عاوز هنا اشكر في الوقت اللي احنا الحالي اللي احنا متواجدين فيه اشكر بعض الانديه اللي تعاونوا بشكل كبير جدا مع المنتخب الاولمبي بشكل ايجابي. São clubes que oportunizam jogadores jovens que têm dado muita oportunidade. اللي طرحوا علينا او اظهروا لينا بعض اللاعبين الجيدين واديناهم الفرصه، وفي نفس الحال الانديه ادتهم الفرصة للاعبين اللي اشتركوا في انديتهم. Nós citamos aqui o Impi, o Smoha, o Mukalu. Impi, Smoha, المقاولون العرب. Zamalek. ونادي الزمالك. Esses clubes têm utilizado muitos jogadores jovens. Nós temos um gráfico هذه الأندية. De todas as equipes. هذه الأندية. Todas as minutagens. لعيبة ادوا فرصة للعيبة اللي هم في المنتخب الأولمبي إنهم يلعبوا ويشتركوا. E esses clubes em especial estão contribuindo muito com a seleção olímpica. وهذه الانديه اللي اسمائهم عاملين دور ايجابي جدا وشيء جيد جدا لصالح المنتخب الاولمبي، وعنده بيظهر لحضراتكم الرسم البياني لعدد الاوقات او الدقائق اللي اللعيبه اشتركت فيها.
principalmente com minutagem de jogo. Nós temos outro gráfico com a importância da seleção olímpica. Depois do retorno dos jogadores às suas equipes depois de um acampamento. Existe um aumento substancial. De jogadores que atuam na sua equipe. Bom, isso só são alguns dados, temos vários para mostrar para vocês que existe um acompanhamento diário sobre tudo o que acontece com jogadores dessa idade no Egito e fora do Egito. Chegamos a esses 23 nomes e nós temos a convicção. خلاصة الموضوع اللي احنا وصلنا بعد نهاية كل الأمور دي من العدد الهائل من اللاعبين إلى قائمة أساسية أخيرة 23 لاعب que são esses que vão nos levar ao nosso sonho. وده القائمة الأخيرة ال 23 اللي احنا إن شاء الله بيقول نقدر نحقق حلمنا بيها في البطولة. Queremos ganhar a Copa Africana. عاوزين ومحتاجين نكسب الكأس القادم بتاع البطولة الأفريقية. امبارح كان في ماتش قوي جدا يتماشى مع كونه مباراه نهائيه في دوري ابطال اوروبا. امبارح توج مانشستر سيتي بلقب دوري ابطال اوروبا بعد ما فاز على انتر ميلان بهدف دون رد. طبعا مانشستر سيتي بقياده مدربه الاسباني بيب جوارديولا حقق اللقب يعني الاول في تاريخ النادي ويعوض خسارته لنهائي النسخه قبل الماضيه لو تفتكروا حضراتكم في 2021 لما خسر امام تشيلسي. القاب السيتي في الموسم ده الحقيقه من اولها كده كانت بتؤهله انه يكون الاوفر حظا بحمل اللقب القاري الاول في تاريخه حيث نجح في تحقيق لقب الدوري الانجليزي للعام الثالث على التوالي والتاسع في تاريخ النادي. كمان توج بلقب كاس الاتحاد الانجليزي على حساب غريمه مانشستر يونايتد في مباراه كبيره فاز فيها بنتيجه 2-1 وبكده بيكون حقق الثلاثيه التاريخية ليعادل إنجاز مانشستر يونايتد اللي حققه سنة 99. كمان بكده أصبح جوارديولا هو أول مدرب في التاريخ بيحقق الثلاثية مرتين بعد ما كان حققها قبل كده في 2009 مع برشلونة. بص كانت نتيجة هتقولي متوقعة أو أنا كنت من الناس المتوقعة فورشور يعني مان سيتي أكيد هو اللي كان حيفوز في فوارق كبيرة جدا سكواد أكثر من رائع مدير فني على أعلى مستوى كان متوقع فوز يعني السيتي لكن هنرجع نقول تاني أنا أعتقد أن كمان مان سيتي في المواسم الجاية كريم هتنافس بشكل كبير جدا لأن طبعا. هم فعلا عندهم سكواد أكثر من رائع في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي يعني بس كانت مباراة طبعا في حتة تانية انت تتفرج على المباريات في حتة تانية النهاردة كمان بإذن الله نتمنى مباراة الأهلي والوداد تبقى في حتة تانية بنتكلم فنيا وغيره ونتيجة أكيد تحسن بإذن الله النادي الأهلي. خلينا بقى نتابع دلوقتي قبل ما نروح فاصل تقرير عن تمارين جديدة مع كابتن حسام الفيل طبعا مدير يعني جيم رجال بالنادي الأهلي هنروح نتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. صباح الرياضة والنشاط الحيوية. كتير من البنات عندها مفهوم خاطئ لما تنزل الجيم أو تشيل أوزان أو تتمرن تمارين مقاومة اللي ده ممكن يخلي شكل عضلاتها زي اللي موجود عند الأولاد بس ده مفهوم مش صح. دايما بنصحك اللي انت تنزل الجيم بالعكس ده هيساعدك أكتر اللي انت تعلي من مستوى الحرق عندك كمان هيخلي شكل جسمك تاخد الشيب اللي انت عايزاه أو توصلي للتارجت اللي انت عايزاه هيساعدك أكتر في نزول الوزن كمان بشكل أسرع. النهاردة عايزين نعمل مع بعض تمرينة هنشغل بيها عضلات رجلينا ونقوي بيها عضلات الرجلين. يلا بينا نجهز اول حاجه معانا عندنا بالدمبل هنعمل فرونت دمبل سكوات هنعمل اشتغل 10 عدات رجليه بمستوى كتفي هبدا انزل ازق وسط الورق واطلع تاني 2 3 4 5 ونكمل 10 عدات ده شغلنا بقى عضلات الرجلين وركزنا على عضلات الاماميه بشكل اكبر. هاخد تمرين تاني هنشغل بيه عضلات الهامسترنج العضلات الخلفيه للرجلين. تمرين جود مورنينج وانا ماسك الدمبلز كده هبدا اتني ركبتي سنه بسيطه وازق وسط الورقه واخلي ظهري مفرود.
هلاقي العضلات الخلفيه اشتغلت معايا. اثنين ثلاثه اربعه. نحاول نعمل التمرين ده بشكل منتظم والاداء الصح عشان نقدر نستفاد منها. واخد ريست هكررها من مجموعتين لثلاث مجموعات 10 عدات ل 12 عده. هدخل تمرين كمان ريفرس لانجز بس باستخدام بقى الاثنين دامبل. هبدا انزل ظهري يكون مفروض رجلي 90 درجه الركبه اللي ورا مش بتلمس الارض. واطلع تاني هعمل تبادل 1 2 3 4 5. هدخل تمرين العضلات السمانه بس من غير استخدام اي حاجه بوزن جسمي وممكن بعد كده استخدمه بالدمبل. هقف على مشط رجلي وابدا اطلع بكعب رجلي فوق ثانيتين وانا بطلع وثانيتين وانا بنزل. هستفاد من التمرين اكتر ممكن بالدمبل برضو نفس الاداء كده. هنشتغل 10 عدات وهنيجي نعمل اخر تمرين مع عضلات الجلوت تمرين البريدج. هنزل على ظهري هطلع بوسطي لفوق واسكويز واثبت لمده ثانيتين. هشتغل التمرين ده من مجموعتين لثلاث مجموعات كل عده فيهم بعملها من 10 عدات ل 12 عده وقت الراحه بينها من 30 ثانيه ل 40 ثانيه. بكده نكون اشتغلنا مجموعه تمرين لعضله الرجلين المقاومه عضلات رجلينا. استخدامك اكتر لتمرين المقاومه زي ما قلنا في بدايه الحلقه ده هيساعدك اكتر ان انت تنزلي في الوزن بتاعك بشكل اسرع. كمان هيخلي جسمك توصل للشيب اللي انت عايزاه وتحقق التارجت اللي انت عايز توصلي له. ونتمنى الحلقه تكون عجبتكم ونشوفكم في حلقه ثانيه جديده. عودة لعشر الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم في بداية يعني حوار ولقاء مطول مع اثنين من ضيوفنا الأعزاء. طبعا النهاردة يوم الحسم وبإذن الله كلنا يعني ثقة في لاعبتنا وفي الجهاز الفني إن شاء الله يقدر يعني هيقدروا يحافظوا على نتيجة ماتش الذهاب وإن شاء الله يحققوا لنا اللقب ال11 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ده الملف اللي هنفتحه ونتكلم في كل تفاصيله مع ضيوفنا النقاد الرياضيين الأستاذ عبد الحكيم أبو علم والاستاذ رامي رجب. يا صباح الفل واهلا بكم معانا. صباح الفل. صباح الخير. صباح الهنا وان شاء الله هنقول صباح النصر بكره باذن الله. مباراه قويه طبعا وشوط ثاني قوي جدا. يمكن ما اقدرش برضو ابدا كلامي اقول ان احنا حاسمين الموضوع. كنا نتمنى نقول احنا حاسمين شويه الموضوع من الشوط الاول لكن بنتكلم في 10 القاب مقابل 3 القاب. مش بس كده انت بتتكلم كمان لو انت بلغه الارقام حامل اللقب للموسم اللي فات. هل الكلام ده بيفرق ولا الموضوع ملوش علاقة وكل موسم مختلف تماما عن الموسم اللي قبله؟ خلينا نبدأ من النقطة دي. خلينا نقول أكيد مباراة صعبة جدا على النادي الأهلي. كنا نتمنى طبعا أن احنا يعني النادي الأهلي يفوز بهدفين كانت تفرق كتير جدا. وبرضو يعني كان في نظرة كده يعني عدم تفاؤل شوية بعد الهدف الوداد. وغير كتير يعني الوداد كان مطالب ان هو لو انت لو فزتي هدفين كان مطالب بالثلاث اهداف هناك فكانت الامور هتبقى صعبه جدا. ولكن كلنا ثقه بلاعيبه النادي الاهلي. لاعيبه النادي الاهلي خبرات كبيره جدا اتعودوا على مثل هذه الاجواء مش اول مره. في اخر من 2017 النادي الاهلي وصل 5 مرات للنهائي دوري ابطال افريقيا حصل على البطوله 10 مرات وصل للنهائي 15 مره في تاريخه. فده كله بانجازات بيحققها النادي الاهلي خلال الفترات الماضيه. لعيبه الاهلي عندها خبرات كبيره جدا. كولر مدرب كوف قدر يتعامل بيقدر يتعامل في الماتشات الصعبه دي وده شفناه في عدد كبير من المباريات. قدر يحصل على طلب بطولات مع النادي الاهلي رغم ان هو تولى المهمه منذ فتره بسيطه. فبالتالي دي كلها امور ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يتغلب. ولكن هنقسم المباراه لاجزاء. لابد من المحافظه على شباك الاهلي نظيفه في الربع ساعه الاولاني. اكيد هيبقى فيه هجوم كبير جدا من نادي الوداد على النادي الاهلي. عاوز يحرز هدف كمان. هتبقى البدايه قويه جدا 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 فيلعب ان هو يحرز هدف في النادي الاهلي في بدايه المباراه عفوا
فبالتالي هتبقى الامور صعبه جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي فريق كبير، فريق تعرض لضغوط قبل كده مثل هذه الضغوط، والجماهير ناس كتير بتشوف الجماهير في ضد صالح النادي الاهلي. لا، هي مش ضد النادي الاهلي. اللعيبه اللي موجوده عندنا 9 لعيبه موجوده دلوقتي، لعيبه منتخب، يمكن المنتخب اعلن عن 8 واضاف احمد عبد القادر، فده بياكد مدى قوه النادي الاهلي ان 9 لعيبه موجودين في النادي الاهلي في المنتخب، بياكد قوه النادي الاهلي. نقسم، اتمنى من لعيبه النادي الاهلي ان هم يستغلوا انصاف الفرص، مهم جدا جدا الفرصه في المباراه الصعبه دي ممكن ما تعوضش. لو ربنا كرمنا واحرزنا هدف مبكر اعتقد هيصعب الامور جدا 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 على نادي الوداد. هيصعب الامور على الوداد ولا هيخلي الاهلي يريح شويه؟ لا خالص. مريح دي من وجهه نظرك لا يعني. لا لا، لو هيريح دي اللعيب اللي ما عندوش شغل يعني. لا مفيش اطمئنان في المباراه دي، مفيش اطمئنان. صحيح طبعا، الخبرات الكبيره في الماتشات الصعبه دي غير متوقعه. صحيح. فبالتالي هيلعب من التركيز من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، واعتقد زي ما اقول لك كده لو النادي الاهلي قدر يحرز هدف في بدايه الشوط الاولاني اعتقد ده هتصعب الامور جدا على نادي الوداد. اكيد حضرتك بقى في ضوء مباراه الذهاب والنتيجه 2-1 والهدف اللي دخل فينا واللي هنقول ان هو اضعف الايمان، اقل انعكاس ليه، انه فرمل فرحتنا، ودي حاجه شفناها في رياكشنات حتى الجمهور في المدرجات مع انطلاق صافره نهايه المباراه، اخذا في الاعتبار نتيجه الماتش الاولاني او ماتش الذهاب، خايف من ايه في ماتش النهارده ومطمن لايه في ماتش النهارده؟ طيب قبل ما نتكلم بس مع حضرتك لازم نعترف بشيء مهم جدا. هو طبعا الجون زعلنا، ما فيش مشاكل يعني، بس طبعا مليون في الميه. بس انت بتلعب فريق الوداد، فريق الوداد ده فريق مصنف يعني، مش فريق مثلا وصل فاينل على حساب سان داونز، وصل فاينل زيك. فانت لو متوقع ان هو مش هيجيب في الجون تبقى انت لسه مش الكره الحديثه او تغيرات الكره في افريقيا ما وصلتكش. لازم تعرف ان انت بتلعب الوداد زي ما هو سجل هنا انت هتقدر تسجل هناك، لازم تتعامل بهذا المنطق. صح. طبعا كلنا كنا عايزين الاهلي يكسب 3-4، بس الماتشات النهائيه امبارح شفنا السيتي والانتر. الناس قبل الماتش كلها بتتكلم ان السيتي يكسب 3-4 و5. السيتي كسب 1-0 بالعافيه. فالمعطيات اتغيرت في الكوره دلوقتي، بقت انت هو سجل هنا ليه انت ما تسجلش هناك. وفي حاجه مهمه جدا لازم نتكلم فيها، ان كيف تعامل اداره النادي، اداره الكوره والجهاز الفني مع المباراه دي. ازاي انت عرفت تصلح الاخطاء اللي حصلت معاك السنه اللي عدت وتحولها انك تجهز فريقك كويس ذهنيا وبدنيا ومعنويا وانت رايح الماتش ده. بمعنى ان انت الماتش السنه اللي عدت رحت بدري، فكانت الضغوط النفسيه والمعنويه الجماهيريه اللي بيصدروها لك عشتها بدري، فتسرب لك حاله قلق وحاله عدم تركيز حتى من تحت الفندق اللي كانوا قاعدين فيه، عشان كده حتى غيروا المرات. وعشان كده انت عملت ايه بقى؟ رحت انت كلفت المهندس خالد مرتجى امين الصندوق السافر قبل الماتش بثلاث ايام. الفندق اللي كان الاهلي بينزل فيه ومعتاد ينزل فيه ده في اخر شارع الجيش الملكي، اخر الشارع ده استاد مركب محمد الخامس اللي هو بيتلعب في الدنيا كلها حواليك، كل الضغط الجماهيري بيبقى حوالين انت ما بتعرفش. رحت انت خدت اوتيل تاني يمكن جنب احد اكبر المراكز الامنيه هناك، فبالتالي توفر لك عامل الهدوء ده جزء برضه من انت صلحت جزء من الاخطاء اللي انت وقعت فيها. كمان فكره ان الماتش الاولاني الاهلي تعرض لظلم تحكيمي، كابتن خطيب راح للفرقه قال لهم البطل تاني يوم على طول، تاني يوم الماتش راح قعد مع الفرقه، البطل ما يحطش مبررات، البطل ما يفرقش معاه يتكلم في تحكيم. ليه انت كده بتوصل الصوره؟ لا الكره عندك، محدش يتكلم عن التحكيم. صح. ظلمت بس ما هتكلمنيش عن التحكيم. البطل اللي عايز يكسب هيكسب باي شكل وباي حاجه. انت هم هنا جابوا جون، انت ممكن ليه ما تتعادلش هناك وليه ما تكسبش هناك في المغرب؟ فدي جزء مهم جدا تاني في تعامل الاداره. جزء ثالث بقى ان انت تروح قبل الماتش بيومين بس عشان تخفف الضغوط على لاعبتك. انت امبارح جزء ناس كتيره بتتكلم في العصر الحديث فيها يا استاذ كريم، الناس دلوقتي ما بقتش بترخم عليك في شكل كامل. ترخم عليك ازاي؟ بتبعت لك مثلا امبارح وانت طالع من الاوتيل الفرقه، اللعيبه كل الجماهير جايه وسط اللعيبه ومش عارف تركب الاتوبيس، ده جزء من الرخامه اللي بتحصل اليومين دول. فانت لما رحت قعدت يومين بس وفرت حته الهدوء للاعيبتك. ده الموضوع. وانا اتمنى النهارده ان شاء الله ان لعيبه الاهلي، وانا عارف ان هم مركزين، الموضوع فيه فصل تام، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله الاهلي هيعمل نتيجه كويسه جدا، مش جزئيتنا يسجل هدف باذن الله، ممكن نرجع بتعادل او باذن الله فوز. ماشي، نتمنى ذلك. وهنرجع للنقطه بتاعه التحكيم، ان احنا كمان ذكرنا باملاك تسيما هذا الحكم الاثيوبي اللي البعض قال لك دي اخر مباراه ليه. لا دي مش اخر مباراه ليه، على كل حال اخر او مش اخر، زي ما انا وكريم كنا بنقول احنا محتاجين يكون في تحكيم عادل، مش عايزين اكتر من كده. خلونا بس نطير للمغرب سريعا جدا، نروح نتابع اخر اخبار واستعدادات الاهلي وكواليس البعثه، ونطمن حضراتكم اكيد مع مراسلنا العزيز جدا كريم احمد دلوقتي هو
متواجد معانا. كريم بونجور، صباح الهنا عليك. وكالعادة يعني قبل كل مباراة للنادي الأهلي بنحب نعرف السادة كمان المشاهدين ونطمن جماهير النادي الأهلي عن الاستعدادات الفنية والبدنية والنفسية، دي نقطة. عندك اليوم النهاردة المران وسير اليوم هيبقى عامل إزاي، لو في أي كواليس كمان حابب أن أنت تقولها لنا. استقبال بدر بنون عايزين كمان نقف عنده شوية، لأن كان مشهد يعني ناس كتيرة جدا تحدثت عنه أنه هو أمر رائع، أو زي ما بتقال كده لمسة كانت جميلة جدا برضو منه. خلينا نطمن منك في العموم على كل حاجة يعني وجاهزية أكيد الفريق، تفضل يا كريم. بالتأكيد طبعا يعني كل التحية لك زميلتي العزيزة نهاوند، زميلي العزيز كريم، وأيضا كمان نقادنا رادينا الكبار الأستاذ عبد الحكيم وعالم، وأيضا كمان الأستاذ رامي رجب. يعني بنتمنى كل التوفيق بمشيئة الله إن شاء الله لفرقتنا. يعني كل التحضيرات انتهت خلاص بالنسبة للتحضيرات الفنية. لعيبة النادي الأهلي الحقيقة في قمة تركيزها، في قمة هدوءها، حضرت بشكل كبير جدا اللاعبين الكبار وجلساتهم الثنائية والفردية الجمعية. التجمعات دي كانت مهمة جدا لأن هي مرحلة مش محتاجة تحفيز لكن محتاجة تذكرة بشكل كبير جدا على جمهور النادي الاهلي اللي منتظر بمشيئه الله ان احنا نعود من هنا بالبطوله. كل الامور الحمد لله طيبه جدا من ساعه طبعا ما وصلنا هنا في الدار البيضاء. وجود الكابتن محمود الخطيب، الكابتن حسام غالي كالعاده رئيس البعثه، مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه اللي متواجد بقوته الكبيره جدا في رساله دعم ومسانده كبيره جدا واصله للاعبين، بتاكيد هذه كل الامور. لو طبعا بنتكلم بشكل عام طبعا في البدايه يمكن بدر بنون عايز اكلمك عليه طبعا تحديدا، لان يمكن الناس هجمته بشكل كبير جدا هنا على زيارته الى معسكر فريق النادي الاهلي او ايضا كمان التدريب اللي يمكن ظهر بشكل كبير فيه للتحيه للاعبين. ناس هجمته هنا بشكل كبير ورفضت الزياره، لكن انت عارفه جمهور الرجاء مختلف بشكل كبير جدا عن الوداد. اللي بيشجع الوداد بيتمنى خساره النادي الاهلي، والعكس صحيح، اللي بيشجع الرجاء بيتمنى التوفيق للنادي الاهلي. عشان كده بنقول الحقيقه كل الدعم لبدر بنون، واحد من الشخصيات المميزه، محترم جدا. يعني هو على طول لما النادي الاهلي بيكون متواجد هنا، حتى لما النادي الاهلي كان متواجد وبيلعب الرجاء تواجد معاهم وحيا اللعيبه. يمكن قلنا تصريح مهم جدا امس واول امس، الكابتن محمود الخطيب الحقيقه جمعته جلسه مهمه جدا مع بدر وقال له مجرد ان انت تبطل كوره طبعا بعد عمر طويل النادي الاهلي يفتح لك ابوابه، ولو عايز تكون متواجد في النادي الاهلي هي دي الرساله الكبيره وهي دي قيمه النادي الاهلي. عشان كده ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه بشكل كبير جدا في اللاعبين، في الجهاز الفني، في مستر كولر اللي عايز اقول لك بيحضر بشكل دقيق جدا، راجل ما بيسيبش اي حاجه. تكليفاته المستمره الحقيقه لياسين المكاري للتحليل والوقوف على نقاط القوه والضعف، الهايلايتس المستمر الحقيقه من المحاضرات اللي بيتابع بيها بشكل كبير جدا كل الامور الخاصه بنادي الوداد. الاجواء الخاصه اللي خارج المستطيل الاخضر، عايز اكد لك انا هون طبعا ان لعيبه النادي الاهلي بوعيها الكبير جدا في فصل تام لهذا الامر. دي نقطه مهمه جدا ان انت تكوني يعني بتركزي فقط لغير في التدريبات، في التعليمات، في التكتيك، في كل الامور دي. التدريب الاول الحقيقه كان قوي جدا زي ما قلنا قبل كده. التدريب الاول بيديكي مدى الانطباع لعيبه النادي الاهلي ومدى رغبه لعيبه النادي الاهلي ومدى جاهزيتهم. حماس كان كبير جدا في التدريبات. ايضا كمان التدريب الامس والاخير لفريق النادي الاهلي على مركب محمد الخامس، اللي طبعا كالعاده بيكون 15 دقيقه في البدايه مفتوحه لوسائل الاعلام، ومن بعدها بيكون غلق تام للتدريب. الحقيقه مستر كولر امس في التدريبات يعني عمل كل شيء، حاول ان هو يوصل لعيبه النادي الاهلي اهميه البدايه مهمه جدا، ان انت تكون بدايتك مهمه، ان انت مفيش حاجه اسمها انت تحرز هدف وترجع تاني، لابد ان احنا لو ربنا كرمنا تحرز الهدف واثنين وثلاثه، انصاف الفرص مهمه جدا. كل ده الحقيقه مستر كولر بيأكد عليه في المحاضرات، بيأكد عليه مع لاعبي النادي الأهلي في كل خطوة في فندق الإقامة، بعد الفطار، بعد الغداء. الراجل بيحاول ان هو يديهم رسالة دعم كبيرة جدا، منتظرينه بمشيئة الله النهارده مستر كولر في من خارج الخطوط في 90 دقيقة. يا رب ان شاء الله تكون قيادته الفنية اكثر من رائعة كالعادة. منتظرين لعبتنا النهارده يكون في الحماس والرغبة الكبيرة جدا من البداية. هيكون في بعض المضايقات شفناها قبل كده، هيكون في بعض الامور المعتادة من الجماهير المغربية كالعادة. هم عندهم رؤية، عندهم سيستم بيمشوا بيه، عندهم اساليب تشجيع كثيرة جدا، لكن النادي الاهلي بقيمته الكبيره وبخبرته الكبيره ان شاء الله باذن الله يقدر يتخطى هذه الامور، ونقدر بمشيئه الله انا هوند كريم، استاذ عبد الحكيم ابو علم، الاستاذ رامي رجب، نقدر بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله نعود من هنا بالبطوله ال11 بالشخصيه وبالروح المعتاده عن فريق النادي الاهلي وبالجديه الكبيره جدا اللي لمسنا فيه التدريبات. اتبقانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله. شكرا جدا يا كريم. كلمنا لو في اي غيابات برضو نطمن الجماهير، عشان في تساؤلات عديده كانت بشان هذا الموضوع. ممكن السؤال تاني؟ معلش السؤال تاني. لو في غيابات النهارده يا كريم، لو في غيابات في الفريق خلينا نعرف منك برضو.
لا الحمد لله، يعني الحمد لله واحده من الاشياء المطمئنه جدا جدا من البدايه ان احنا بنطمن على حاله اللاعبين الطبيه، الكل جاهز الحمد لله. الشناوي ادى تدريبات اكثر من رائعه، لعيبه يمكن كمان في نقطه مهمه، اللعيبه بتحافظ على بعض ودي رساله مهمه جدا، الكل بيحاول ان هو يحافظ على بعض، لان احنا الحمد لله من فترات كبيره جدا السكواد اللي متواجد مع فريق النادي الاهلي في المباراه النهائيه الكل جاهز بكامل قوته والذهنيه والفنيه والبدنيه، عشان كده بقول لك ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ينقصنا ايضا كمان الرتوش الاخيره اللي مستر كولر يمكن بصم عليها في التدريب الاخير، تشكيل التكتيك سيناريوهات المباراه الامور هتكون ازاي، الراجل مقسم المباراه بشكل كبير جدا، ربع ساعه الاولانيه كلها شكل طريقه اللعب التشكيل، فعشان كده ال11 اللي متواجدين ان شاء الله باذن الله لابد يكون في تركيز كبير جدا في التعليمات، تنفذ التعليمات بكل دقه، اقفل زي ما بيقول كده اقفل ودنك خالص، ركز في المباراه ما تسمعش لاي شيء، ان شاء الله باذن الله 90 دقيقه بكل قوه وبكل رجوله، ويا رب ان شاء الله باذن الله دعوات كل جمهورنا العظيم، وعايز اكد على جمهور النادي الاهلي الحقيقه اللي بيتوافد هنا طبعا على الدار البيضاء، بنشوف ناس بتيجي من انجلترا من ايطاليا من اسبانيا من المانيا، الكل عايز يساند النادي الاهلي، الناس حتى هذه اللحظه بتتوافد على فندق الاقامه عشان تحصل على التذاكر، فيا رب ان شاء الله يكون مشهد مميز جدا في مركب محمد الخامس بجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يوم 11 تكون البطوله ال11 في مقر النادي الاهلي. هي صدفه حلوه جدا بالمناسبه، وانا متفائله جدا بالرقم ده، يعني باذن الله خير. مشكورك جدا يا كريم، لكن اكيد تغطيتنا هتكون ويعني كمان بالبرامج المختلفه على قناة النادي الأهلي أكيد هتكون معاك، عشان يعني زي ما بتقال كده توفي السادة المتابعين والجماهير يعني لحظة بلحظة إيه اللي بيحصل من كواليس وغيره واستعدادات لغاية وقت المباراة بإذن الله. كل التوفيق لكم، وسلم لنا يعني لو قدرت على كل الفريق وكل البعثة اللي عندك موفقين بإذن الله. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز كريم أحمد. أجواء مطمئنة إلى حد كبير الحمد لله، يعني نحن بنتكلم كمان سكواد كامل ما فيش إصابات، استعدادات كويسة، في راحة، في هدوء، اختيار لمقر الإقامة دلوقتي للبعثة أعتقد كمان موفق، فان شاء الله خير. 11 11 الحمد لله كريم طمنا. طبعا اهم حاجه اللي ما يكونش فيه اصابات، محتاجين النادي الاهلي محتاج كل اللعيبه اللي موجوده بالزبط. في اي وقت ممكن تحتاج اي لعيب حتى لو ما كانش بيشارك بشكل اساسي، مباراه مهمه جدا جدا طبعا. النادي الاهلي اعتقد النادي الاهلي ذا يمكن اللي زعل الجماهير هنا، اللي احنا كنا يعني عملنا شراسه هجوميه، قدمنا كره حلوه في المباراه الذهاب واضعنا اكتر من فرصه طبعا. عندك حلول فرديه كتير في النادي الاهلي، عندك بيرتكاوي يقدر، عندك حسين الشحات يقدر، عندك محمود كهربا. النادي الاهلي على في مشواره الافريقي في هذا الموسم احرز 26 هدف، 6 اهداف لكهربا، 5 لحسين الشحات لبيرتكاوي و4 لحسين الشحات، فده مؤشر كبير اللي انت تقدر في اي وقت تحرز اهداف. عندنا شراسه هجوميه بشكل كبير جدا، كولر له دور كبير جدا، اللعيبه الخبرات لها دور كبير جدا، كولر يعني يأهل اللعيبه دي نفسيا، المباراه هتبقى عليها ضغط جماهيري كبير جدا، ولكن خبرات لعيبه النادي الاهلي تقدر الجماهير دي تبقى في صالحها مش ضدها. صحيح. يعني الضغوط يعني طبعا يعني الضغوط لو انت لو ممكن تبقى لعيب كويس جدا بس الضغوط تبقى عليك جامده جدا من الجماهير ما تقدمش بالمستوى، ولكن خبرات لعيبه النادي الاهلي سواء خبرات دوليه او خبرات مع على مشوارها مع النادي الاهلي في المشوار الافريقي او الماتشات الصعبه، وده ظهر في السوبر وظهر في كاس مصر وظهر في عده مباريات، وظهر كولر بيقدر يتعامل مع الماتشات دي. النقطه اللي متخوف منها زي ما قال كولر في المؤتمر الصحفي، التحكيم، التحكيم بيبقى عليه علامات استفهام كبيره جدا، والحكام الافارقه بيتاثروا بالجماهير بشكل غير طبيعي، فبالتالي ممكن وارد جدا ان تبقى قراراته عكسيه. طب دي جمله والنبي، يعني في حاجه اسمها كده الحكام الافارقه بيتاثروا؟ طب ما ده ياكد ان هو يعني ما فيش احترافيه في المستوى. ما دي في علامات استفهام على التحكيم الافريقي. أيوة، من سنوات بقى لنا سنين طويله قوي عايشين في وسط علامه الاستفهام دي، وعمر ما كان في اي رد مقنع في هذا الاطار بالزبط. يعني ليه؟ يعني حتى ده مش من مصلحه الحكام نفسهم، ما بنرجعش بعد كده نندهش من عدم وجود حكام شرق اوسطيين او افارقه في مباريات كاس العالم مثلا، موضوعها النهائي يعني نتيجه منطقيه جدا. ما ده بيأثر على التحكيم الافريقي، دايما الاتحاد الافريقي مشاكله في حته التحكيم دي بيبقى عليها مسارات جدل كبير جدا جدا في ماتشات سهله جدا، يعني ماتش ايوه انا قصدي اقول لك هنقضيها جدل بقى اللي فاضل، هي دي بقى اللي فاضل من الاتحاد الافريقي، يعني مفيش حد هيضرب كرسي في الكولومب في الملف ده ينتج عنه ان احنا نتفرج على تحكيم منطقي مش حتى عادل. اتحسننا كده، هم بدأوا يظهروا وبيدوا حتى فرص للتحكيم لوجوه جديده، بس هو اختيار سيمبا ده عليه علامه استفهام. ايه بقى صحيح يا مسيو؟ يعني مثلا حضرتك سيمبا ده ليه وقع مع فوزي لقجع ضربه فانت جايبه في الماتش كانه بتقول له يلا يا عم يعني خلص الموضوع، فيها كلام طبعا، اعتدى عليه باليد فعلا، يعني ضربه بالقلم، ده كان وقعه شهيره ومعروفه. ف
انا هنا بس اللي انا عايز اتكلم فيه، وانا كنت اتكلمت معاكم مره قبل كده هنا في الموضوع ده، الاستاذ هاني ابو ريده فوز الاقجع تدخل بشكل غير مباشر وغير معلن في ان انت ما تجيبش حكم جزائري للمباراه دي، اللي هو كلنا عارفين مصطفى غربان رغم ان الراجل ده حيادي ومعروف كبير. طيب على فكره احنا مش عايزين، يعني انا عن نفسي ما بحبش اروح في سكه التحكيم قوي خصوصا قبل ماتش زي المهم عشان ما تبقاش في حجه للعيبه خالص، بس احنا بنتكلم بالمنطق، بنتكلم العداله بس تبقى في، احنا بنتكلم على اخطاء كارثيه بشكل فج، فما ينفعش ما معروف يا استاذ كريم، معروف زي ما قال الاستاذ رامي بيتاثر بالبلد المضيف بالجماهير، يعني قراراته تملي بتلاقيها مثلا راح ناحيه عنده خوف شويه من الجمهور، واختياره عليه علامه استفهام خصوصا موقعته مع فوزي الاقجع. الكاف طول اللجنه التحكيم في الكاف طول مجريات البطوله بتجيب حكام شباب، كان في تطور نسبيا، لكن اختيار الحكم ده تحديدا للفاينل والاياب الفاينل زي يعني علامه استفهام، انت مش فاهم، انت عملت طبخه حلوه جدا وجيت في الاخر رحت جايب ملح حطيت ملح عليها وليه وقائع كتيره تحط عليها علامه استفهام. صحيح. فانا مندهش بصراحه، انت عملت شغل كويس، قدمت حكام شباب في طوال البطوله ومبشرين على فكره، رحت جيت في النهايه لا، طب ما تجيب حد مصنف، حد كويس جدا تمام، تبعد انت مثلا ممكن جاني انفنتينو كان امبارح في الفاينل بتاع دوري ابطال اوروبا ممكن تلاقيه موجود النهارده هو ورئيس الكاف، فانت ليه بتقدم الصوره عن دور عن اهم مسابقه قاريه في مستوى الانديه بالشكل ده؟ لكن في جميع الاحوال انا مش من انصار نروح للتحكيم حتى بعد ماتش الذهاب، يعني انا ما كنت بتكلم بقول اني في اخطاء، بس مش عايزين نصدر الصوره دي للاعيبه بتاعتنا، عايزين تملي نبقى زي ما الكابتن الخطيب قال لهم ان خلينا في صوره البطل ما يهموش تحكيم. وفي الاول وفي الاخر دلوقتي الامور اتغيرت، الحكم دول افريقيا او دول العالم كلها بتشوف ماتش زي ده وكل الناس بتتابع وبتشوف الاخطاء. لما السنه اللي قعدت حصل ظلم الكاف نفسه بعد ثلاث مواسم ثلاث نسخ اتلعب دور الابطال الفاينل من مباراه واحده، لما شاف الظلم اللي انت صدرته والرد فعل العالمي على النادي الاهلي تعرض لظلم غير رجع للنسخه القديمه اللي هي ذهاب وعوده. فانت هو ما عندوش استعداد انه حتى لو في علامه استفهام، خلينا نشوف النهارده وان شاء الله باذن الله يكون موفق، نتمنى يعني. شيء عجيب يعني، على فكره الملف ده مش الملف الوحيد اللي عليه علامات استفهام، يعني كل الكلام اللي طبعا يعني قاله لنا زميلنا العزيز كريم احمد كلام جميل ومطمئن، في وسط الكلام مش عارف حضراتكم خدتوا بالكم من اللقطه دي ولا لا، انه كان بيتكلم ان جماهير الرجاء بتتمنى التوفيق للنادي الاهلي على حساب الوداد، ولو كان الوضع معكوس كان هيبقى برضه الوضع صحيح. هو انا ما بفهمش فكره ان انا يبقى لمجرد ان انا بنتمي لفريق تاني او بشجع فريق تاني تمام، بس الفريق اللي انا مش بشجعه بيمثل بلدي في البطوله هي الاكبر والاهم على مستوى القاره. يا سيدي ما تشجعوش بس ما تبقاش بتحمل من الضغينه هذا يعني الشكل لو خدنا بالمشهد اللي شفناه، يعني لو كمان لو خدنا في الاعتبار اللقطه اللي شفناها عند مطار كازابلانكا المشجع المصري اللي جاي من المانيا بيقول انا جاي من المانيا وشكله يعني المانيا ولا حاجه وشكله عادي ما بفهمهاش انا الحاجات دي. اقول لك على حاجه كريم، اقول لك على حاجه اللي عجبني بقى، يعني كل لقطه كده لازم هتطلع بحاجه اللي خدها كابتن طبعا بنظره وابتسامه بس خد هو منه اللقطه بالنسبه بقى. لا واللي حلو ان انت لقيت جماهير الانديه المنافسه هي اللي بتنتقد هذا الفعل، صح وده صح كان حاجه محترمه، ده اكد لك ان بجد الموضوع بقى فيه وعي وبقى فيه رقي كتير جدا في كيفيه التعامل، يعني انت ما ردتش جماهيرك ما طلعتش ترد على قد ما الناس انتقدت ايه اللي بيحصل ده بكتابه حتى في اللقطه بس هو الموضوع تعبكم قوي كده يعني عدى الامور بسلاسه يعني. في بيبقى تعصب اعمى يا استاذ كريم، دايما انت بتحب نادي بتكره الخير لنادي المنافس بتكرهه بشكل غير طبيعي، وده التعصب اللي بيخلق يعني مشاكل كتيره جدا في الكره المصريه او في انا مش عارف ليه شابب في الحكايه دي ريحه مغزى شخصي وعايز يحققه يعني ترند ما مش حكايه ممكن على يعني هل احنا شفنا نفس الشخص مثلا بيوازر فريقه في اي بطولات تانية كان فيها راح بعالم كده هو الاولى بيسافر ويتكبد عناء وشقاء ما هو ما بيوصلش طيب هيأذروا فين؟ ما هو بيطلع من دور المجموعات هيأذروا فين طيب يعني احنا حضرتك بتتكلم في احلام طب هيأذروا فين طب ما بيطلعش شوف استاذ عبد الحكيم بقى قاعد يعني ساكت وبعدين يطلع بحاجه لا 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 ده انا بس هقول لحضرتك على حاجه بس بعد ما الاستاذ رامي يخلص هقول لحضرتك على حاجه ملاحظه استكمال اللي انت بتقوله بس بعد ما الاستاذ رامي لا هي اهم حاجه بقى النادي الاهلي يرد على الحاجات دي كلها على الارض احنا بنرد على الارض بس دي حقيقه ده افضل رد بالنسبه للوقائع دي اللي انت ترد في الملعب وانت قادر اللي انت ترد في الملعب بس ان شاء الله والنادي الاهلي انا متاكد باذن الله هيحرز اهداف هناك وهيحقق نتائج ايجابيه ان شاء الله باذن الله. بص حضرتك المؤتمر الصحفي بتاع امبارح بتاع كولر ومحمد الشناوي عشان تعرف انا عن نفسي واحد من الناس اللي بتابع الاعلام المغربي كويس جدا لان هم عندهم اعلام محترم
صحافه بشكل عام محترم. خلينا نخصص الموضوع صحافه وجزء منها اعلام محترم. المؤتمر الصحفي امبارح حتى الصحفيين المحسوبين على الرجاء جايين المؤتمر بيصدروا لك انت المشاكل، يعني الاسئله مهنيه جدا بس اسئله موجهه تحاول تطلع منك مشكله. كان عندك لاعب غلط غلطه في الماتش اللي عدى، فلو كولر مدرب مش متزن هيطلع يقول له اه ده احنا عاقبناه لا قال له والله حضرتك لو انت عايز تشوف اقول لك الاخطاء اللي كانت في فرقتك اقولها لك. لما قال له عن التحكيم برضه عايزك تطلع جمله عشان تصدرها للحكم. حتى ردود الشناوي كمان في هذا الاطار كانت متزنه جدا ومتوازنه. وكمان اداره الاعلام في النادي لما طلعت جري، يعني اللقطه كانت موجوده في المؤتمر وقالت بالنص كده للراجل اللي احنا ما قدمناش اي شكوى ضد التحكيم عشان التصريحات دي هتتاخد وتتبادل تصدر لك مشاكل. بص هناك بقى التوحد الاعلامي حول الفريق، مش احنا عندنا هنا ايه بقى انتوا قلقانين ليه من الوداد المشجع ايه المشكله، طب احنا مع الوداد. على فكره يعني انا مش قصدي والله اقول حاجه بس الرجاء حتى هم مش هيشجعوا الوداد، مش هتلاقي المجاهره بالكلام ده، الكلام ده مش هتلاقيه هناك على فكره. انا عارف الناس هناك كويس جدا، حتى الصحفيين المحسوبين على الرجاء كانوا عارفين ان الوداد بيمثل بلدهم في البطوله دي، ممكن ما يحبوش ما يشجعوش علنا بالظبط، لكن ما يجاهرش ما يجاهرش بانه ضده، ما يجاهرش بانه مع النادي الاهلي بالظبط. زي مش زي اللي بيحصل عندنا، تلاقي كافيه مثلا شغال لك ونتمنى مش عارف مين. الكلام ده على فكره ظهر عندنا من 7 8 سنين بس، ظهر عندنا احنا من معقول عندنا كافيهات بتعمل كده؟ لا والله ده بجد. طب احنا نروح فاصل وتقول لي اسم الكافيه عشان ما اروحش. فاصل سريع رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع ضيوفنا الاعزاء اللي منورينا ومشرفينا في حلقتنا النهارده، الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم والاستاذ رامي رجب النقاد الرياضيين، اللي بنفصص معاهم كل تفصيله متعلقه بلقائي الذهاب والاياب النهارده باذن الرحمن في نهائي دوري ابطال افريقيا. احنا الحقيقه في النادي الاهلي عندنا يعني خط هجوم لافت للانظار، ولو هنتكلم عن يعني انعكاسات قوه خط الهجوم افريقيا، خط الهجوم بتاع النادي الاهلي افريقيا، لو وقفنا عند كهربا، لو وقفنا عند فيرسي تاو، عند حسين الشحات، هنلاقي ان كل واحد فيهم بسم الله ما شاء الله ليه باع طويل في التهديف الافريقي. الى اي درجه التفصيله دي ممكن تكون مطمئنه بالنسبه لنا كاهلاويه؟ الشراسه الهجوميه مهمه لاي فريق قوي دايما بيحصد البطولات. النادي الاهلي من ضمن العوامل او من ضمن المراكز المهمه في النادي الاهلي اللي خلت النادي الاهلي في هذا المستوى، كان متصدر الدوري لحد ما بيراميدز يمكن تصدر الجدول في الفتره الاخيره، بيقدم مستويات رائعه في بطوله دوري ابطال افريقيا، حصل على كاس مصر. الجزء الهجومي اعتقد حسين الشحات مع كولر وبيرسي تاو مع كولر تغير ادائهم، يمكن الناس انتقدتهم بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، ولكن دي قدره مدير فني اللي يقدر يعرف ان اللعيب ده عنده امكانيات ومحتاج مزيد من الوقت، محتاج بعض الامور الفنيه ويقدر يظهر مستواه. شوف حسين الشحات في حته تانية دلوقتي، الناس كلها بتشيد بادائه، بيرسي تاو مقدم مستويات رائعه، محمود كهربا يمكن بعد فتره غياب طويله جدا قدر مع اول ماتشاته مع النادي الاهلي انه يحرز اهداف سواء في محليا في محليا او افريقيا. عندك زي ما قلت لك كده 15 هدف، الثلاث لعيبه دولت محرزين مع النادي الاهلي 15 هدف، 6 زي ما قلت لحضرتك لمحمود كهربا افريقيا، وخمسه لبيرسي تاو، واربعه لحسين الشحات. فده بياكد قوه النادي الاهلي ان هو في اي وقت يقدر يهز شباك اي فريق، وده مهم جدا جدا لاي فريق كبير يعني هدفه البطولات. النادي الاهلي الفترات الاخيره يمكن دفاعيا بيقدم مستويات رائعه، برضو محمد الشناوي بيقدم مستويات رائعه، حتى ما لعبنا مصطفى شوبير اللي انا برضو بستغل الفرصه وبشيد بيه رغم الضغوط الكبيره جدا، وحارس ما عندوش خبرات كبيره ولا عنده خبراته ماتشات كبيره، وقدم مستوى رائع وظهر بشكل رائع في مباراه الذهاب امام الوداد، وكانت ناس كتير بتشكك ولكن قدر يقدم، وده اللي بيتعلمه النادي الاهلي. اللعيب نشا في النادي الاهلي قدر يشوف الكبار الخبرات، ودي بيبقى ليهم دور كبير جدا. فالنادي الاهلي عنده خط هجومي كبير جدا، ومحمد شريف طبعا ما ينساهوش، عنده يقدر يهز شباك الوداد المغربي، وده اللي انا مطمنه ان لما شفت مباراه الذهاب وماتشات الاهلي الفتره الاخيره النادي الاهلي بيوصل كتير قوي، بيضيع ولكن بيوصل. فمع الوصول ده ومع التركيز واستغلال انصاف الفرص اعتقد النادي الاهلي، واعتقد ان هم يعني خط دفاع او المدير الفني للوداد المغربي هيبقى هيحاول يقفل على الثلاث لعيبه دولت المهمين في النادي الاهلي. الخط الهجوم مهم جدا، اتكلم امبارح حتى المدير الفني قال النادي الاهلي عنده خط هجوم قوي جدا، عنده اطراف بتلعب بشكل كويس جدا بتمثل خطوره بالنسبه للنادي الاهلي،
النادي الاهلي اهم حاجه في هذه المباراه زي ما قلت لك كده ان احنا ما يخشش فينا هدف، ولو ربنا كرمنا باحرازها واستغلنا الفرصه اعتقد النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله باذنك انت يا رب يقدر يحقق نتيجه ايجابيه هناك ان شاء الله، ويقدر يفوز او نخرج بمباراه بالتعادل حتى لو التعادل 1-1، وده يأهلنا ان شاء الله ان احنا النادي الاهلي يحصل على البطوله 11 ان شاء الله. استاذ عبد الحكيم لو كنا بصينا شويه بلغه الارقام على فريق الوداد، بتتكلم في 92 2017 2022، يعني بمعنى اصح حتى وان كان العدد ما هياش كبير كومبيرنج او مقارنه بالنادي الاهلي، لكن برضو في عندهم فترات كده تراجع وبعد كده صحوه تراجع وصحوه من 2017 ل 22 مش فارق كبير، لكن رجعوا قدروا ان هم يحققوا لقب مره كمان. ف بلغه الارقام كده انت بتشوف الوداد التذبذب ده راجع لايه، وهل ده مطمئن ولا ده ممكن بالعكس يديني كده اشاره بلغه الارقام تاني ان الموضوع بالعكس بعيد جدا ان هم يحققوا هذا اللقب مره اخرى؟ انا بتكلم بتاريخ او بارقامهم. انا متفق مع حضرتك جدا ان الوداد كوجه منافس في البطولات تغير من 2017، يعني خلينا نبقى معترفين حتى من قبل نهضه المغرب اللي هي مؤخرا اخر 3 سنين وسيطرتهم على الكوره في كل المنتخبات بما فيها النسائيه بالمناسبه، يعني مسيطرين في كل حاجه على مستوى حتى القيادات اللي بتدير القاره، يعني فوزي رقجع ده نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، فهم مسيطرين حتى على الفرق سواء الوداد نهضه بركان الجيش الملكي، دي الثلاث فرق مسيطرين على افريقيا، او خلينا نتكلم في دوري الابطال هم منافسين مع الاهلي. الوداد من 2017 و19 كان وصل سيمي فاينل، 20 وصل سيمي فاينل و22 كان نهائي معاك و17 كان نهائي، فهو في تطور في المستوى اللي عنده، بس لغه الارقام دي كلها لحد الساعه 10 الا دقيقه، الساعه 10 خلاص شكرا. الملعب، التركيز، الاجتهاد، توفيق ربنا، ده كل ده في الملعب هو اللي هيأثر في المباراه. لكن الوداد بات يعني زي ما بيقولوا كده في 3 4 فرق في افريقيا دلوقتي تلاقيهم تملي، يعني ما بيطلعوش منهم المربع الذهبي، سان داونز، مازيمبي، الترجي، الاهلي، الوداد، تلاقي تملي اخر نسخ 4 من الخمسه دول بقى خلاص ثابتين، يمكن الترجي ابتدى يطلع من دور الثمانيه شويه، لكن الوداد كفريق عنده غيابات 3 4 لاعبين بس فريق قوي جدا. وكمان الدعم يا استاذ كريم اللي بياخده وليد الركراكي مدير فني المنتخب المغرب، عزم اللعيبه على العشاء وراح قضى معاهم يوم، فوزي الاقدع راح موجود معاهم، داخلين معسكر من 3 4 ايام، كل ده بيدي ثقه وبيدي دعم. لما تلاقي واحد من مراكز القوه اللي بتدير الكوره في افريقيا جاي لك وقاعد معاك نص يوم كامل بيدعمك، ومكافئات سخيه جدا. لكن احنا اللي نتمنى واحنا عندنا ثقه جامده جدا استكمالا لكلام الاستاذ رامي، لما تبقى اللعيبه اللي عندك في الخط الهجومي متوفره وعندها، انت بيدي المدرب جزئيه ان عنده اريحيه في ان يعرف يغير العناصر. اتحداك النهارده وكل المواقع بتعمل حاجه اسمها التشكيل المحتمل او التشكيل الاقرب، مش هتلاقي تشكيل واحد متفق عليه، هتلاقي الثلاثه الديفندر والاربعه اللي ورا في الاهلي هم اللي ثابتين، لكن الثلاثه اللي قدام هتلاقي واحد يقول لك الشحات وتو كهربا، الشحات وتو شريف، عمرو السليه بديفندر رابع ومعاه كذا وكذا، مش هتعرف توصل. وده اكبر دليل على ايه؟ على ان كولر نجح انه يوصل ان الخمسه سته اللي عندك في الحته اللي قدام بقى كلهم مستوى واحد، هو بيوجد الروتيشن الحقيقه على كل الاصعده. ما هو الروتيشن ده وصلك ان انت دلوقتي عندك الخمسه سته اللي قدام اللي انت بتلعب منهم ثلاثه كلهم مستوى واحد، صح؟ فده بيديك اريحيه في التعامل ان انت اي ثلاثه هتدفع بيهم النهارده ان شاء الله باذن الله هيكون لهم دور، واستكمال لكلام الزرامي ان شاء الله باذن الله نخطف جون لو جون ان شاء الله باذن الله. يعني توقعات حضراتكم للطريقه اللي هيلعب بيها الوداد ماتش النهارده، هل هتبقى مثلا فيها توازن ما بين الدفاع والهجوم، ولا من زاويه ان هم داخلين المباراه وهم يعني وضعهم جريح نسبيا من منطلق ان هم خسروا 2-1 في ماتش الذهاب، فده ممكن يشكل عليهم ضغط يستدعي ان هم يهاجموا من اول دقيقه؟ توقعات حضراتكم ايه في لا الدفاع؟ انا اتوقع ان هيبداوا من اول دقيقه هجوم على النادي الاهلي، صحيح. التعادل بنشوف صالحهم، فبالتالي كل تفكيرهم ان هم يهزوا شباك النادي الاهلي، فاعتقد ودي فرصه للنادي الاهلي ان الفريق اللي قدامك هيلعب بخط هجومي فيفتح خطوطه، انت تقدر النادي الاهلي يحرز اهداف، فبالتالي يعني لا قدر الله لو احرز فيك هدف هيبدا بقى هيبقى في توازن ما بين الدفاع والهجوم، ولكن خطته او تفكير المدير الفني او لعيبه الوداد ان هي تهز شباك النادي الاهلي في اول ربع ساعه بالنسبه له هتفرق كتير جدا. في المقابل برضو اعتقد كولر هيبقى متزن شويه دفاعيا، عارف ان الهجوم خاصه في اول نص ساعه واول ربع ساعه هيبقى فيه هجوم شرس من جانب الوداد، التعادل زي ما اقول لك كده مش مصدق. ما تيجي نفترض كده، يعني تعالى نقول لا سمح الله
اهتزت شباك النادي الاهلي في الدقائق اللي يعني ايه قول في الربع ساعه الاولانيه. ايه التصرف الامثل في الحاله دي في ضوء هي المشكله مع فرق شمال افريقيا ان هي ممكن لا قدر قدر يعني يحرز الهدف اللي هو عاوزه بعد كده بقى بيبقى بتلاقي اللعيب بيموت لك المباراه بيبقى فيه مشاكل كتير جدا فبتعرض نفسك لمشاكل كبيره جدا. فكولر ولاعيبه النادي الاهلي عندهم خبرات كبيره جدا في الحاجات دي فعشان يعني تقضي على الموضوع ده اللي انت ما يحرزش فيك هدف حتى لو ما حرزتش هدف تحافظ على الشباك تمام. ولكن هو من البدايه هيلعب على الهدف ده هيلعب على الهدف ان هو يحرز هدف وبعد كده بقى يموت المباراه لعيبه تقع كتير يحصل لك مشاكل يخبطوا في لعيبه النادي الاهلي بشكل غير مباشر يحاولوا يستفزوا لعيبه النادي الاهلي فدي امور هتحصل لو هزت شباكك في اول او ربع ساعه او نص ساعه ولكن انت قدرت تحافظ اعتقد الامور هتختلف بالنسبه له هيبقى تركيزه الاهم ان هو يحرز هدف مبكر في النادي الاهلي. وكولر عنده خبرات كبيره جدا يقدر يتعامل مع هذه المباراه واعتقد النادي الاهلي ممكن يستغل الشراسه الهجوميه او التقدم الهجومي بتاعهم اللي احنا نقدر نحذر هدف ومطالبين جدا زي ما بقول لك كده الخط الهجومي يبقى مركز في انصاف الفرص العسكري في فرص ممكن ما تجيلكش مره في يعني الهدف طبعًا. اللي هيجي لك او الفرصه بطولة. الفرصه المحققه اللي هتجي لك لابد ان الخط الهجومي اي لاعب هيبقى يعني هيجي له فرصه مؤكده او شبه مؤكده حتى لابد ان يستغلها. فرق كبير قوي قوي اللي انت تبدا وانت محرز هدف او متقدم غير لا قدر الله متعادل حتى او صح. او خسران بهدف هتفرق كتير جدا بالنسبه للاعيبه النادي. طيب مسيو عبد الحكيم برضو هرجع للغه الارقام شويه علشان في حاجات حتى الارقام فيها ما بتبقاش زي ما بتقال كده انعكاس لحاجه يعني لا تطمن ولا تقلق. لو هنتكلم مقارنه هنا 10 ل 3 بارقام البطولات او تاريخ البطولات القيمه التسويقيه بالمناسبه احنا داخلين على 30 تقريبا مليون يورو هم على 20 19 وشويه 20 مليون يورو فارق كبير جدا في القيمه التسويقيه في تاريخ البطوله. في نفس الوقت برضو انت عندك الاياب مثلا او المباراه اللي هي كانت ماتش واحد النهائي السنه او الموسم اللي فات انت خسرت 2-0 على ارضهم رغم ان كانت بلغه الارقام الموضوع مش كده خالص ده انت الكف عندك ارجح بكتير لكن ما حصلش. فانا عايز افهم المعادله دي صعبه ولا المعادله منطقيه جدا ان ما فيش حاجه متوقعه في كره القدم يعني خلينا نعرف. حلو قوي الكلام ده. الماتش بتاع السنه اللي عدت يا استاذ نهاود ما ينفعش يبقى مقياس باي شكل من الاشكال لان الظروف بتاعته مش هتتنسي بالنسبه لاي حد المنصف والعادل صحيح. مش هتتنسي بالنسبه له ان انت اتحطيت في منطقه ان انت تلعب ماتش واحد فقط لا غير ويتلعب فين ارض الخصم في ارض المنافس. انا كنت ممكن اتقبلها لو من اول السنه انت قلت لي ان انت هتلعب في المكان الفلاني اتقبلها ما عنديش مشكله. ليه؟ انا رايح للسيمي فاينل هبقى مجهز لعيبتي ومجهز فرقتي ان انا خلاص انا لو كسبت هلعب هناك. فجزئيه ان البطوله بتاعت السنه اللي عدت تاثر ده الجزء اللي هم الوداد عايز يصدره لي عايز يبين لك ان انا حظ عالي عليك يدخل عليك معنويا ونفسيا اعلى منك. لكن النادي الاهلي عنده الخبرات اللي هتواجهك والكلام ده الشناوي رد عليه امبارح وقال ان احنا كسبانين 10 القاب دوري ابطال ما ينفعش تيجي تقول لي ان انا خسرت منك بطوله يبقى انا كده خلاص. صحيح. الجزء الثاني جزئيه ان مثلا فرقه الوداد تدخل المباراه عاليه عليك بالارقام دي انا ما اعتقدش. الماتش من اول دقيقه لحد اخر دقيقه هو الفيصل في الموضوع وانا شايف يمكن عكس الاستاذ رامي ان الوداد مش هيدخل مهاجم بصوره كامله لسبب هو هيقلق برضه يدخل في جون. لو دخل في جون هتبقى الدنيا صعبه جدا بالنسبه له. هيعتمد على المرتده مثلا؟ لا انا شايف ان هو هيبدا محافظ دفاعين شويه وهيهاجم يستغل الضغط الجماهيري اول 10 دقائق يخوفك يحاول يخطف وبعد كده الماتش هيبقى فيه هدوء لان هو لو دخل في جون ما هو الثاني برضه عنده حسبته لو دخل في جون هو هيبقى مطالب ان يجيب 3 اهداف صحيح. وهتبقى دي مشكله بالنسبه له. فانا وجهه نظري ان هم هيضغطوا اول 10 دقائق اول يعني ضغط جامد استغل الشحن الجماهيري وبعدين هيرجع يلعب معاك بتحفظ بيحاول يخطف معاك جون من الكرات العرضيه اللي هم بيتميزوا بيها جدا الحاجات اللي هم بتتلعب بينات مميزين فيها جدا لكن مش هيبقى الضغط اللي الناس متخيله ضغط جماهيري بس في المدرجات طبعا لان هم عندهم بس ده مش هين ده في حد ذاته انا بقول لحضرتك مش شويه جماهيريا كمان طبعا جماهيريا يعني اخواتنا وحبايبنا في المغرب في التشجيع لا 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 يعني انا حضرت ماتشات هناك بصراحه هم صعبين جدا 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 فوق ما تتخيل. انا عايز اسال حضراتكم سؤال ملوش علاقه قوي بماتش النهارده بصفه خاصه قد ما ليه علاقه بظاهره لافته للانظار اعتقد كلنا خدنا بالنا منها اخر كام سنه بشكل بصفه خاصه يعني هو ليه دايما النادي الاهلي والكلام ده بقى عدينا من مرحله المحليه الى حتى الافريقيه
بقى دايما عرضه للمؤامرات وعرضه للعراقيل وعرضه وتلاقي افلام بتتعمل عشان يبقى في اي رسالات على لعيبه النادي الاهلي، حتى في الاقامه، حتى في الناس اللي بيبقوا موجودين تحت فندق الاقامه والتشجيع ده. ليه ده بيحصل مع النادي الاهلي محليا مفهوم نفسيا؟ أنا بس ارجع اقول لك يا هوندا، محليا هنقول مفهوم، لكن على الصعيد الافريقي طبعًا. ليه ده بيحصل؟ ليه بنوصل لمرحله الاحساس بان في نظريه مؤامره ضد النادي الاهلي من قبل القائمين على الاتحاد الافريقي شخصيا؟ ليه احنا محطوطين في الحته؟ البطل دايما معرض لكده، البطل دايما اللي بيحصل بطولات، دايما الفرق المنافسه او يعني بيعملوا لك مشاكل، بيصدروا لك مشاكل، فطبيعي ان انت فرقه ما بيقدرش يفوز عليك في الملعب، فبيحاول يعمل لك عراقيل خارج الملعب وان هي تاثر عليك. ولكن النادي الاهلي بيقدر يتعامل مع كل المشاكل اللي بتواجهه، لو ما كانش بيقدر يتعامل مع المشاكل ومشاكل التحكيم الافريقيه ومشاكل كتيره جدا ومشاكل في 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 البعثات النادي الاهلي. المشاكل اللي بيصدروها لك دي بتسيء للاتحاد الافريقي شخصيا، مش هتفرق معاهم كتير زي ما تفرق مع هم هيعملوا الماتش ده، يصعبوا الماتش ده على النادي الاهلي عشان الفرقه دي تحصل على البطوله، عاوزين يبقى يعني ده اهمهم. ولكن النادي الاهلي ما بيتاثرش بالحاجات دي، في بعض العراقيل اللي بتحصل وبتاثر عليك في بعض النتائج، ولكن مش على طول. ولكن النادي الاهلي بطل وبيقدر يتعامل، حتى الشناوي قالها امبارح والكولر قال النادي الاهلي نادي بطولات، والكابتن محمود الخطيب ما اجتمع مع لعيبه النادي الاهلي قال لهم ما تبصوش لتحكيم، ما تبصوش لاي حاجه، على اساس ان انت فريق بطل والمفروض بتعدي الحواجز دي عشان توصل لمنصات التتويج. اكيد في ناس كتير بتبص لك بتعرقلك هنا، بيبقى في مسؤول هنا في احد الدوله عاوز يعرقلك عشان فريقه يقدر يفوز، وده بتحصل كتير جدا. ولكن في النهايه البطل بيتخطى الحواجز دي ويتخطى العقبات دي عشان يوصل لهدفه. اكيد في بعض الحواجز او العقبات اللي بتصدرها لك بعض او المسؤولين في الاتحاد الافريقي بتؤثر بشكل سلبي على عدم حصولك على بطوله زي اللي حصل السنه اللي فاتت. يعني خلينا نقول ما كانش فيه مبدا مساواه وعداله فيما حدث النسخه الماضيه، فما نقولش الوداد فاز على النادي الاهلي، لا، لو كانت المباراه ذهاب وعوده وكانت في اجواء عادله اعتقد النادي الاهلي كان يقدر يفوز بشكل كبير جدا على الوداد. خلينا نقول برضو نتفق ان الوداد من الفرق الكبيره، يعني الوداد أكيد. فرقه كبيره جدا، فرقه عندها مجموعه من اللعيبه المميزه فازت على سان داونز، اعتقد سان داونز اللي كان كله مرشح سان داونز قدر يتغلب على سان داونز ويصعد للنهائي، فدي كلها بتاكد قوه عشان بس الناس اللي انتقدت زي الاستاذ عبد الحكيم قال ان ازاي الوداد يحصل فيك هدف، طبيعي عادي وارد جدا ان انت بتلعب في نهائي افريقيا مع فرقه زي ما انت وصلت نهائي بمميزاتك بالاداء بالمستوى بتاعك في سلبيات طبعا بالمستوى بتاعك، هما برضو نفس الحكايه وصلوا نهائي ان هم فرقه كويسه وفرقه جيده ووصلت النهائي وتخطت عدد كبير من الانديه منهم سان داونز، فبالتالي الامور مش هتبقى سهله، والمباراه مش هناك برضو، واحنا كنا متاكدين المباراه هنا ما كانتش هتبقى سهله برضو، واعتقد المباراه هتبقى صعبه جدا جدا على النادي الاهلي هناك. ولكن زي ما اقول لك كده يا استاذ كريم، لعيبه النادي الاهلي وكواليتي النادي الاهلي بطولات النادي الاهلي تاريخ النادي الاهلي افريقيا ان شاء الله باذن الله كل ده في صالح النادي الاهلي ان احنا نقدر نتخطى وان شاء الله نحصل على البطوله 11. طيب هو فاضل دقيقه، انا هستغل الدقيقه مع استاذ عبد الحكيم. مش هقول لك توقعاتك اكيد لان ما بقاش في حد يقدر يتوقع مع الكره الحديثه اللي احنا فيها، ما فيش توقعات نقدر فعلا نقولها، ولكن خليني اخد منك كلمه اخيره ان شاء الله عن سير المباراه النهارده. طب قبل الكلمه ممكن اجاوب على السؤال اللي ماشي طبعا اتفضل. ربنا يخليك. السؤال اللي حضرتك سالته يا كريم، احنا مشكلتنا ان احنا عايزين نلف حوالين الموضوع. لازم نعترف ان مقر او اداره الكوره في افريقيا بقت مش موجوده عندنا. انت المقر موجود عندك ده حقيقي، لكن مقر خاوي بيجرى فيه القرارات فقط لا غير. لكن القرارات دلوقتي حضرتك هل تتخيل ان في مقر الكاف في جنوب افريقيا مقر ودي في المغرب، في نيجيريا، في السنغال، السنغال نائب رئيس الفيفا من السنغال، في مازيمبي بقى قوه عظمى، الراجل الملك بتاعه بيعرف يأثر، بجانب ان انت الناس اللي عندك اللي هنا بتصدر لك المشاكل داخليا وخارجيا. انت لدرجه امبارح الناس انا كنت بشوف بالصدفه الناس بتكلمك تقول لك ايه، هو الاهلي متاجل له 6 ماتشات، ده اللائحه دي ابتدعت في الاساس للزمالك لما جه لعب نهائي الكونفدراليه. فانت بتحاول دلوقتي حتى من داخليا تصدر لك العراقيل، وبره بقت مراكز القوه خلاص، فطبيعي ان انت شايف ان انت برغم كل اللي بيحصل انت بتوصل فاينل 6 مرات في اخر فتره، 16 مره انت موجود في فاينل، فطبيعي الكلام ده يحصل لك. كنت حضرتك بتقولي ان كلمه انا يعني اتمنى من لعيبه النادي الاهلي يكون في تركيز، يكون عندها ثقه في قدراتها، ان انت تقدر حتى لو الجون اتاخر شويه
بس انت تقدر تسجل في اي وقت. ما تحاولش يعني تهتز ودنك مع الجماهير، حاول تركيزك في الملعب بس، ولو عديت اول ربع ساعه من غير ما تستقبل اهداف ان شاء الله باذن الله البطوله هتكون للاهلي. نتمنى ذلك. استاذ رامي، استاذ عبد الحكيم، نورتونا، ويا رب ان شاء الله نبارك لبعض النهارده بعد يا رب يا رب ان شاء الله. بنشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا، واكيد كل دعواتنا لا تنقطع ان شاء الله للعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله يفرحونا النهارده ويرجعوا لنا بالنجمه ال11. ان شاء الله نستمتع بهذا اللقاء ونستمتع بنتيجته. بنشكر كل حضراتكم شكرا جزيلا، ويا رب ان شاء الله لما نجيلكم بكره الهواندة تستاهل الحلقه بصباح النصر ان شاء الله. اشوفكم على خير.